وأخير إن شاء الله. وهذا ده غنزي أنا، ده بعد خدمتنا للعموم. عاجبني يا أخي، والله عادي من عاجب. المهم طلعتي أهم حاجة، طلعتي والله العظيم. ايوا شحال تعطلنا عرفتي ولا؟ شحال ساعة المكنة وانا علاش عيطت لك قبيله؟ سبحان الله، انا مع الثمانية وانا جالس كنستنى كنقول ما عارف وقع شي مشكل وطيستيس، ولكن ربي حين كيبغي شي حاجة صح، مابقاوش حنا ندخلوا في هذا انا ما توقعتهاش انا الخيار. دابا الصراحه كتحب لي انت كتسقسي زعما هي كتجري شحال مشيتوا بعد في الطرديدو بعد اللي لعبتوا بعد مشاو تعادل وكملوا في انت ما بينالتيز. لعبتيش وخا انت كيت الصفراء والطربوش لا ما لعبتش، ما كان الدراري تبارك الله عرفتي شحال جا واحد لقى ديك الشيء اليوم، كان بزاف الاخوان اللي ما عرف شحال ما شفناهم جيناهم، اللي كانوا في اوروبا واحد ما تبارك الله، اخوان اللي هنا حتى تنو عبد الرحمن تنو كتعرفوه؟ ما عرفتش واش ما كتعرفوه ولا لا؟ كنعرفوش وعبد شنو عبد الرحمن تنو حتى هو جا صاحبي، ما سبحان الله واحد النهار مع من بعد عجيب لعبوا والله. القدماء مع كونترا بعضهم ولا مع شي القدماء كيف خويا انا راك كنت ربعتنا الجيل القدماء اللي في اوروبا معاهم بعض الاخوان والقدماء ديال هنايا فهمتيني، وحضر معنا حتى واحد مجموعه الاخوان تما حضروا تما، يعني كان واحد العدد كبير تبارك الله. هذاك الشيء كان رائع، هو اللي هذيك التواصل ديك كان مقابله تواصلي اكثر من كل شيء. المهم سي زهير اول حاجه مرحبا بك وشكرا بزاف كبرتي بيا بعد طلعتي معايا وبغيتي تطلع معايا الله عمري ننسى لك هذه اللقطه وهذا الخيسطو هذا من حياتي حيت كبرتي بيا الله يكبر بك شو بالعكس، هذا واحد يوم بالنسبة لي والله العظيم جد مسرور أني طلعت معاكم. علاش؟ هو زيادة على شباب الإخوان اللي باقيين صغارين داكشي ما كيعرفوش القدامى، فهمتي كيفاش؟ وهذه فرصه باش يتعرفوا على بعض الاخوان اللي ما كيعرفوهمش، انا بعدا ما واحد مجموعه الاخوان ما كيعرفونيش شكون انا مثلا غالي لي مثلا، راه انا بغيت علاش؟ حيتاش حنا وقع لنا في الجمعيه عجيب، والحاجه وقع لنا في الجمعيه شنو؟ والله شاهد اخي كتجبر الاخوان الستينات، يعني اللي لعبوا في الستينات واللي لعبوا في السبعينات والثمانينات والتسعينات والعقديه هاد 2000 اللي لعبوا في 2000 وديك الشيء، واحد ديك الشيء غريبه التاريخ ديال المغرب تم. انا كنت غنعيط لك قبيله تبقيت مشغول الخدمه غنعيط لك تجيو تحضروا معانا تشوف الناس قدامين وشنو عانوا. حنا جلسنا مع البرنامج اللي عمل السي كريم ديال ذاكره ثم تفاجئنا في شي امور، تفاجئنا الصراحه. الانسان اللي ما يقراش التاريخ ديالو الماضي ديالو زعما الصراحه هذه نكمل بهذه الجمله اللي قلتي لها السي زهير اللي ما كيعرفش التاريخ ديالو يعني ما كيعرفش حتى الحاضر ديالو ما يعرفش المستقبل ديالو بغيت نعرف التاريخ ديال اللاعب زهير ابولس من اللي دخلنا الكيبو حتى نهايه المسيره ديالو شنو هي من وجهه النظر ديالو بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كما قلت انا جيت فرحان ان معكم. بالنسبه كزهير ابولس، زهير ابو لاس من مواليد 31/12/72 بهولندا هارلم هولندا، التحقت بالوطن ودخلت المدرسه معطل واحد العامين كالعاده، كنا كنلعبوا في الزنقه الامور ما عرفتش اللي باقيه دابا ولا اللي ما بقاتش هي كيفاش باش رجعنا لعبنا الكره. كانوا كيدوزوا من المدارس وكانوا كيعملوا في الامبيكا كانوا كيعملوا جميع الرياضيات، وهذه كانت مهمه جدا، كانوا جميع الرياضات كاين كيعملوا مثلا باسكيت الهوند القفز الثلاثي القفز الطولي كان كل شيء، ديك الرمي هذا مع شنو كيسميوها كل شيء كان كيدار، كل شيء كان كيدار. وهذيك وشكون كان في ديك الساعه؟ كاين واحد مجموعه الاطر الشبيبه ولا كانوا كيقوموا على هذا اللي كان كيقوم على هذا الشيء في ديك الساعه الله يذكره بالخير، هو السي عبد العالي قلالوشي
واحد الصديق ديالنا وجوزنا معاه يعني كمدرب هو اللي كان. وسبحان الله هذا الشيء كنقول لك انا في 82 83 بديك الساعه ما كانش كاينه المبتدئين الكتاكيت البراعم ما كانش كاين الميني وبالدرع. المهم يعني من تما بدات، من تما شنو وقع؟ السي عبد العالي قلالوشي كان جمع واحد المجموعه ديال الاطفال وبقينا كنترينارو واحد الخطره في السيمانه. شنو الاطفال تابعين من المدرسات الشبيبه، ما كاين لا حتى شي مدرسه، المغرب ما عندها لا مدرسه حتى شي عمل، لا طلبه تطوان لا ريجي، ما كانوش مدارس، كانوا الميني، كيبداو من الميني. هي ديك اللي كان. شنو وقع في 1985؟ كان اول كان تاسيس ديال طلبه تطوان، وتاسيس طلبه تطوان كان منهم جمال دريداب، منهم الغالي اصدقاء ديالي، كنا جمعنا عبد العالي ودانا طلبه تطوان، حنا ما كناش في المغرب، دانا انا طلبه تطوان مزيان، لعبنا في الفئه ديال طلبه تطوان، ولعبت انا في فئه صغيره، وكنت كنلعب كنت دائما زبق فئتين ديالي، كنت انا مثلا في الميني كنت في الكادي ولعبت مع الكبار، يعني لعبت اول مقابله ديالي كانت طلبه تطوان في التريسيره، كانت عندي 16 سنه عمري ما نساها في طنجه، وماركيت الجول في التريسيرو عندي 16 سنه هذه عمر. وديك العام هذاك هو كان الصعود ديال طلبه تيتون الى سيكون دبي، وما ادراك ما سيكون دبي في ديك الوقت، ماشي هو سيكون دبي كانت فوق منا، كانت المغرب كانت فوق منا. طلعنا سيكون دبي، بقيت مع طلبه تيتون، عاود مريت لعبنا ديك العام بطوله. شنو الموسم هذا؟ هذا الشيء هذا 85 86 هذا يعني 85، يعني انا بالضبط ما عنديش، ولكن 86 87 هيداك يعني بالضبط، انا ما 88. المهم قبل ما نمشي للمغرب، انا مشيت للمغرب في 90، لعبنا ديك البطوله شبان ديك السنه هذيك، ودينا بطوله شبان على المستوى العصبة الشامل، كانت عندنا حنا صغار، انا صغير، وغلبنا المغرب تطوان، غلبناهم بواحد صيرو، دينا بطوله ديال عصبه الشمال كونتر المغرب تيطواني في الامبيكا. وديك العام هذاك حنايا اصلا سبحان الله كنا واحد 10 ولا 11 الاخوان، كانوا عندنا علاقه خاصه مع بعضنا، كان خمسه د اللعابه كيلعبوا مع طلبه تيطوان، وخمسه د اللعابه كانوا كيلعبوا مع الريجي طابا. وفي ديك الوقت كان هاد طلبه تيطوان الريجي كانوا عندهم الفئه الصغرى، كانوا كيعطوهم الوقت، العكس المغرب التطواني، المغرب التطواني كانت تعطل في الفريق الاول فقط، هي اللي كان كيعطي تعطل الاهتمام. في ذاك الوقت ما كاينش الاهتمام المغرب التطواني فقط، كيجيبوا 20 لاعب 15 لعبه، ما جداد ولا هادي ما كانوش كيهتموا بالفئات الصغرى، هذه كانت معروفه. شنو طرا؟ طرا هو ان في 1989 90 كما تذكر، المغرب التطواني طلعت من برومي ديفيزيون، انا لعبت ديك العام في مع الطلبه في سيكوند بي، وعاود لعبت في فئات كبرى، واخا كنت باقي صغير لعبت في الكبارين، واستدعيت الى منتخب الشبان، وباش تستدعى بديك الساعه منتخب الشبان يعني خص تسقسي، يعني ماشي بحال دابا كاين الامور تبدلت. المهم مشينا المغرب طلعت من البريمير، المغرب طلعت فوق الملعب. شنو هو المركز ديالك فوق الملعب؟ انا كنت كنلعب في ديك الساعه ما بقاش بحال دابا، كنت كنلعب ليبيرو، كنت كنلعب ليبيرو سنترال، كنا انا والعربي الجطي، يعني انا والعربي الجطي، العربي الجطي جا من الريجي وانا جبت طلبه تيطون. شنو المشكل تطرح؟ والمشكل كان حين طلعت الفرقه البريميرا كانت الزاميه على 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 اللي في البريميرا في رفع الستار، كنا كنلعبوا في رفع الستار، فرفس السيطر الشبان كيلعبوا، الشبان ماشي الامل، الشبان كانوا كيلعبوا في ديك الساعه، حتى كنلعبوا حنا كنلعبوا في الوحده، وفي الوحده الفرقه كتلعب في ثلاثه ولا ثلاثه ونص على حسب الشتاء ولا الصيف. حنا كنا كنلعب المغرب تيطوان، حين طلعت بريميرا ما كاينش شبان وعندهم الدراري، ولكن كان داك الشيء ضعيف، هذه حقيقه. جينا حنا ريتما واحد ثلاثه ولا اربعه المقابلات، ما عقلتش ما كناش لعبنا حتى وجدونا الوراق ديالنا، جينا حنا خمسه بينا من طلبه تيطوان، وخمسة من ريجي طابا، وواحد اللي بقى من المغرب التطواني اللي هو رشيد مسعد، راه تبارك الله عليه، هذا هو الوحيد اللي هو في بلجيكا عايش، الاخوان ديال الجمعية فرع بلجيكا.
تكون هذا الفريق هذا، بما ان احنا ديجا عندنا علاقه مع بعضنا، حين بدينا المقابله الثالثه والاربعه بقينا غير كنغلبوا كلشي تقريبا كلشي غلب. واتذكر عمري ما ننساها، جا وارنر جاي يتفرج فينا في المركب الرياضي في مولاي عبد الله في الرباط. شكون هو ماشي في الكامبو كبير عند... اسمح لي، وارنر هو مدرب المنتخب المغربي انذاك، مدرب المنتخب المغربي ما قولش بزاف. جا تفرج فينا، جا كيسقسي سي عم مالك اجباتن الله يذكره بخير، هو اللي كان المدرب ديالنا، وسي عبد الواحد الزكاري اذا كتعرفوا الاخوان. حين جا تفرج فينا تفاجأ، قال لهم هاد الدراري شحال هما مع بعضيتهم؟ قال لهم هاد الدراري مع بعضيتهم شهر ولا شهرين. ما جاتو غريبه، قال له لا هادو الدراري ماشي مع، حنا اصلا كنا كنلعبوا في الملاليين في التروفيوز ديال الحومه هاد الجروب، وكنا غلبنا الجيش تما وغلبناهم هنا، غلبنا الوداد يعني. وفي ديك الساعه الميدان معاك كنا كنلعبوا كنلعبوا مع فرتوت، مع بعض الاسماء نسيتهم، الجيش الحضري وي شي اسماء اللي لعبوا في المنتخب. شنو وقع هذيك السنه؟ هذيك لعبت لعبنا في الشبان عام كامل، كان الله يذكره بخير عبد القادر يومير، هو كان اول ما استدعاني من الفريق الاول، ولعبت معاه، لعبت في ديك العام في برومي ديفيزيون، يعني كانت باقي عندي 18 سنه، وهي ديك التصويره اللي عندي انا في دابا في كوفيرتور ديال الفيسبوك ديالي، هذيك اول مقابله ديالي في المغرب التطواني في كونترا اما قنيطره ولا سطات، نهضه سطات كانت ولا قنيطره ما تذكرتش، في لمبيكا اما لا سطات كنظن، نهضه سطات كنظن. هذه هي البدايه ديالي في المغرب التطواني، وكيفاش جيت من طلبه التطوان المغرب التطواني يعني. واخر مقابله ديالي كانت في 98 99، يعني المدربين واحد مجموعه المدربين حضرنا على في 94 95 حين كان المدرب الجزائري الصعود ديالنا البرومي ديفيزيون، انا ذاك عاود فرقه بقات عامين وطاحت، وبقينا يعني جات واحد فتره انتقاليه يعني. من بعد انا مشيت حالي، انا معلش مشيت حالي، انا مشيت تبعت الدراسه ديالي من القلائل اللي كملوا الدراسه ديالهم والتكوين ديالهم دراسه عليا، فاتجهت وكملت بكري يعني، كملت 26 سنه ولا 70 يعني، حيت بديك الساعه ما كاينش بحال دابا، ما يمكنش تتبع الكره، غتخرج ما عندك حتى شي حاجه. وقعت واحد مجموعه الاخوان يعني اصدقاء ديالي في الجيل ديالي، هذا اللي وقع. انا دائما كنصب عيني هو ان ما نتخلاش على الدراسه، هذه ربي ما عرفتش، ما كنتش كنتخلى، كنت بالعكس ساعه صافي في اخر التيمبورادا مثلا العام ديال البارج ما نعقلش كان عم مالك اجباتي 91، لا ماشي واحد، ماشي البارج ديال الطيوح، البارج ديال الصعود، 93 بارج الصعود كان كونترا الرشاد برنوسي، وقيل انا الرشاد برنوسي. انا هذيك الفتره عام كامل مع الفريق، ولكن حين كتجي ساعه الامتحانات كنسمح في كل شيء انا، وكنت هذاك العام عمره ما يتنسى لي. علاش؟ حيتاش كانت عندي البكالوريا وقوس بكالوريا وجبت معدل مزيان بزاف، هاد الامور هذه يعني الدراسه كانت دائما عندي. شي حاجه اخرى نسيتها، المهم مع الوقت ندير نعقل عليه. هذه 98، هذه يعني هذه الامور اللي يعني بعجاله خلاصه صغيره يعني، ما لعبتش بزاف يعني، انا قلت لك كانت الدراسه ديالي هي الاولى، ودائما شحال حشيتي هذا مثلا عقل، شحال حشيتي مع المغرب؟ مع المغرب بالحق بواحد، لا مع المغرب ما حشيت حتى شي جول. اللي باقي عقل جوج في البوستي، ما كتبش شي واحد هنايا في الامبيكا، واحد فين، واحد في خنيفرة انا ذاك كان المدرب الجزائري هو اللي معاهم، لا معانا كان جان، كان طلعنا عاود رجع مورا ما عقلتش 96 ولا، وكان معانا وداخل لعب الرجاء، عمري ما ننسى ديك الكره، حيت كاين بعض التويشيات بحال هذه ما يمكنش تنسى لك، طلق لي الكره مع خارج برا الله، معنا كنلعب اللورا شفت كل شيء صاد قدام، مشيت وضربتها ومشات واحد الباكي، ولكن شملي ولا اليمين، شملي ولا اليمين انت هنا؟
لا انا يمني يمني، انا يمني عمرك يمين. عمرك خدمتي مع الكيبو بشكل رسمي كايطا مورا ما خرجتي من المغرب؟ كايطاب انا اشرح لك، خدمت ولكن ماشي بشكل رسمي، حيتاش حنا غنتكلموا على هذا الشيء، ما كاينش شي شكل رسمي، هذا هو المشكل. واللي كان كنت كنا انا وعبد السلام الشيخي، يعني هذه واحد 4 سنوات ولا 5، بدا كيقول لي هبط الاطفال ديالك، هبط هبط. هذه صدفه وصافي، عندي انا جوج الاطفال وبنيته، الاطفال ديالي هما في البراعم ديال المغرب تيتوانينيت. عبس لا، انا شنو عملت؟ انا من دائما كان عندي كيف ما كان غنهبط شي ولادين الكره، ما كذبش عليك، انا هذه الفكره الاوليه كانت، يعني ماشي ما نهبطهمش نهبطهم، ولكن كانت الفكره الاوليه دائما شنو نعمل؟ السنه، شنو السنه؟ علموا اولادكم السباحه. اول حاجه دخلتهم صغار ند بيسين ند الامبيكا، تعلموا، كان عندهم 5 سنين، يعني ديتهم واحد عامين معطلين، واذا بغينا نقولوا، وعبد السلام هو السبب، عبد السلام الشيخي هو اللي هبطنا. بديك الساعه كنهبطوا تما، بديت كنمشي تطوعا، كنخدم تما تطوعا شنو العشوائيه كتخدم؟ دائما. عبد السلام شنو كتخدم؟ كنا كنخدموا مع الاطفال براعم وصافي، مع العيال الصغار، مع اللي صغار، مع الكتاكيت المبتدئين، مع كل شيء، مع فوقاش هادشي؟ البراعم الصغار المينيل، يعني ما فوقاش هادشي هذا؟ يعني من الصغار أي مت يكونوا أبرون؟ أي مت أبرون هادشي؟ ايمت ابرون، ايمت ابرون. واحد النهار انا عمري ما انساها، جان تما وما عرف كيفاش عيط لي علي زهير، وداك تعرفوا الاخ علي زهير الله يذكره بخير، كان تما وعيط لي، قال لي قدمني السي ابرون، والسي ابرون ما كيعرفنيش بالتاكيد، المهم عن بعد قلت له السلام عليكم، داك الشيء موراها كان السي الغازي يمكن، وداك الشيء جوزت انا واحد العامين، ما عقلتش ولا 3 سنين تقريبا، تبدلت الامور، دخلت في المكتب المسير، وهذا ما الموقف ديالي خصو يتبدل. بحال دابا الانسان حين كيكون شخص بوحديته، تقدر في حال اخر مثلا انا غنساند فلان مثلا في انتخابات، ولكن انا كعضو دابا في مكتب مسير صعيب نهضر، ما نقدرش نهضر ونخرج اي كلام كيف ما كان، ما يمكنش، حيتاش انا عضو في مكتب مسير اللي فيه واحد الجمعيه فيها اكثر من 200 واحد، يعني اذا هضرت ستحسب عليا. كنت كان اختار من هذا انني مقابلات، ما عقلتش بعض المقابلات، انا خرجت مدرب ديال العيال ديالي البراعم، وخلص حتى هذه من بين الطرائف باش تعرف ان العشوائيه فين وصلت. انا خلصت الحكم، وكنا حنايا الاباء كنجمعوا مع بعض وكنخلصوا الحكم، يعني احنا هذه شمن الامور عام اللي هذا خصها السيزون؟ شمن عام؟ شمن عام هذه اللقطة؟ 3 سنين ولا يمكن 3 سنين، يعني انا ما عرفتش بالضبط، المهم يعني في يعني السنوات هذا ست الأخيرة. سنين يعني الاطفال دابا الاطفال ديالي لعبوا البطوله، لعبوا واحد العام مبتدئين، ولعبوا البطوله 3 سنين هما كيلعبوا البطوله، العام اللي ما جاي ان شاء الله يكون العام الرابع، وما غيباش يلعبوا البطوله، يعني داك واحد 3 سنين كنظن، داك الشيء تقريبا 3 سنين. المهم سي زهير، عاودتي لي يعني كيفاش انضميتي للمغرب. دابا بغيت نعرف كيفاش انضميتي للجمعيات القدامى، كيفاش جا سر الانضمام ديالك الليلة؟ جمعية القدماء بسبب شخصين، أنا كان الهم ديالي دائما هذا النظرة اللي كاينة على هذا اللاعب السابق، كانت دائما تحز فيا، ما كتعجبنيش، وهذه حقيقة، كاينين قلائل طبعا كيعطيو واحد النظرة ماشي هي على اللاعب السابق. اتصلوا بي جوج الإخوان مصطفى العشير، اللاعب السابق ديال المغرب نيت وديال طلبة تطوان نيت، ولعاب، هادي بعض الناس ما كيعرفوش، لعاب كأس إفريقيا للشبان، هذا مصطفى العشير عقل كان مع لعاب عقل المغرب عليه، يقيد الشبان. لا مع طلبة تطوان، حين تعيط الشبان كان مع طلبة تطوان، مصطفى هذا لعب كأس إفريقيا، في لعبوها في انذاك، في ماشي مدغشقر، ديك مدغشقر وقيله تلعبت، يعني اللي باقي عقلنا يمكن هيدا، هو وسي هشام خريتشف، هشام خريتشف هما اللي لحوا عليا، قلت لهم انا بشرط انا غنجي، بالحق انا الهدف ديالي الاسمى هو حين غنجي من الجمعيه، هو ان الشعار ديالي اعاده الاعتبار لهذا اللاعب الصادق. شمن عام جيتي؟ انضميتي رسميا شمن عام؟
عاود تقريبا واحد 3 سنين يعني التواريخ هيداك واحد 3 سنين يمكن يعني الدوره واحد الدوره ما تكملتش ديال الجمعيه باش عملنا جمع استثنائي وداك الشيء ساعه نتكلموا على هذه الامور هذه الوقت حيتاش انا جيت اليوم باش نقول لكم باش انا تكلمت قبيلتي انا عضو مكتب مسير جمعيه قدماء اللاعبين السابقين غنقول لكم بعض الحقائق اللي خصو يعرفها العمر ما تقالت رسميا ما تقالتش رسميا كنت قالت بشي طريقه ولكن رسميا واحد مجموعه الحقائق خصكم تعرفوها وغادي تعرفوها اليوم ضروري تعرف بزاف الامور خصك تعرف العلاقه ديالنا مع المكتب المسير كنت نسقسيك على واحد العلاقه مع ماشي مع المكتب المسير حيت كاين جمعيات اخرين ديال الملاعبيه القدامى كيفاش العلاقه ديالكم معاهم انا نشرح لك اخي عصام دابا انا كنت نقول غير واحد النقطه قبل ما ننساها هي القضيه بالبث المباشر وهذه خصني نستغل الفرصه انا معك باش نقولها هو احنا كجمعيه وكمكتب مسير يعذرونا بعض الاخوان اللي كيقولوا لنا ان ما كنخرجوش ما كنتكلموش احنا متفقين في الجمعيه وكمكتب ان ما نخرجوش دابا ساعه باش نكونوا واضحين وحنا عارفين علاش احنا عارفين علاش حتى نكونوا جالسين ان شاء الله مع بعضنا ونقول لكم نقول لك علاش ما يعني ما خصناش نخرجوا دابا ساعه في اللايفات هذا باش يعرفوا حنا ماشي منبر اعلامي حنا جمعيه القدامى جمعيه اللاعبين السابقين حنا ماشي بحالكم انتم خصكم تواكبوا بزمنكم دابا مثلا انتم الصفحه هذه خصك الاجور داكشي اليومي ديالكم ولكن حنا كجمعيه قدامى كما تكلمت انا في مؤخرا حنا عندنا موقف واضح وتكلمنا ونبهنا ان الفريق ماشي المتاهات قلناها في 2020 ماشي دابا ولا داعي لتكرار الكلام لا داعي لتكرار يعني 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 الجح باين وحطينا يدنا عليه ما خصناش نخرجوا دابا ساعه باش نبقاو نعاودوا الكلام الاخبار الفريق خصو يخرج يوميا لجنه الاعلام خصها تعطينا تفاصيل كل شيء وان كان مقصره في هذا الامر هذا امر اخر من بعد نتكلموا عليه يعني احنا بالنسبه لنا كجمعيه ما غنخرجوش دائما باش يعرفونا الاخوان يعذرونا احنا انا شفت ديك حيت انا متبع الفيسبوك لاباج ديالكم شفت تكلم اخ من الاخوان وصيفط له ميساج قلت له احنا مستعدين وعمدا ما دخلتش باسمي دخلت باسم الجمعيه قلت له احنا مستعدين في اي لحظه احنا يود عيطنا شي حد ما غنقولوش لا غادي نحضروا معاه بالتاكيد حتى ما عيطنا ما خرجناش هذه اول حاجه ولكن باش نخرجوا دابا ساعه كنظن هذه النقطه الاولى كنظن هذه النقطه اللي بغيت نوضحها المساله ديال الجمعيه انا كنت غندا بصمت الرئيس حنا نعملوا الجمعيه الاخرى لا ماشي مشكل الجمعيه كاينه جمعيه كاينه هذه شوف اول حاجه خص الاخوان بحال دابا نتوما سقسيو ياك خصكم تسقسيو علاش ياك حيت من كل شيء تسقسني لي انا علاش هذه الجمعيه لماذا تاسست من الاصل ديالها لماذا تاسست هذا السؤال هذا ما يمكنش انا نجاوب عليه فهمتيني خصو يجاوبوا عليه خصو يجاوب لي معنيين بالامر وانت ماشي معنيين ماشي ديالنا ماشي الجمعيه ديالنا وراه بلا تقول ماشي الجمعيه ديالنا خصنا دابا اللي اسس الجمعيه كما كتقول لي اللي كتمثل مثلا ولا تمثل اللاعبين السابقين بالاحترام للاخوان اللي فيها خص تسقسي اللي اسس علاش اسس الجمعيه وديجا كانت جمعيه اخرى هذا السؤال ديالي ياك وقبل ما ندخل في التفاصيل غنتكلم من بين الامور اللي خصهم يعرفوها الراي العام المحلي والجمهور خصو يعرفوا بان هذه الجمعيه وكنكرب العانيه يعني. علاش انا هذه اعاده الاعتبار داخل في اعاده الاعتبار لهذا اللاعب السابق جمعيه القدماء اللاعبين السابقين تاسست في 1979 هذه اهم حاجه خصكم تعرفوا بان لولا ربي وجمعيه القدماء لما كان مركز التكوين في الملالين حتى ديك الكامبوس كامل ما كانوش يكونوا في الملالين هذه ما عرفتش واش في بالكم ولا ما في بالكمش حيت واحد مجموعه الناس ما عارفينش هذا الامر هذا
لولا ربي وجمعيه القدماء لما كانوا ديك الكامبوس خدو كانوا تما العمارات. خاصكم تعرفوها. علاش؟ حيتاش مجموعه اللاعبين السابقين حين اسسوا الجمعيه اللي اسسوها، اسسوها حيتاش كانوا كيستغلوا ديك الملعب المالي، كان ملعب واحد تما، طلبوا منهم وزاره الوصيه اللي هي وزاره تمثيلها، طلبوا منهم يجيبوا رخصه. انا ذاك اسسوا الجمعيه، اتصلوا بوزاره الفلاحه، وباقي الان الرخصه عندنا باقيه الان في الارشيف ديالنا، رخصه اصليه اللي بها تقدمت السلطات باش عطاوهم ترخيص باش يبنيو ديك مركز التكوين. نكمل. هاد الجمعيه اذا اضطروا ياسسوا الجمعيه باش يبقاو يستغلوا ديك الملعب هذاك، استغلوا ساعتك بالعامل وزاره الفلاحه عطاتهم رخصه. هذه نقطه مهمه خصهم يعرفوها الناس باش تعرف انا القيمه ديال الجمعيات. منا كانوا في ديك الملعب هذا كان يقام دوري الرابعه، اللي منا كانت مجموعه لاعبين اللي من تما كانوا كيخرجوا كيطعموا المغرب تطوان. باش تعرف ان من دائما جمعيه القدماء كانت وسيله من الوسائل كتعاون بها الفريق، منهم يونس، سي عم مالك اجباتن، خالد، سي سعيد الغمزوري، واحد مجموعه الاخوان من تما، عبد الواحد بن حسين. يعني باش تعرف ان القيمه ديال الجمعيه هذه 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 مهمه. اذا الجمعيه ديالنا راه عندها تاريخ، عندها ارشيف، عندها واحد، عندها اطر. انا شخصيا انا ملم بالانفورماتيك، وانا قلت لك انفورماتيسيان. انا حين هذه يومين ولا ثلاث ايام راه صيفطت بالتليفون ديالي افيك اون ابليكاسيون، صيفطت ميساجات نختار من 162 واحد، يعني اختار 62 واحد. كاين اللي جاوبني من قطر، قلت يمكن يكون هنا في مراكش، هذا العام معنا في المغرب، جاوبني قال لي خساره ماشي معاه، جاوبني هذا عبد العالي نقيدي، جاوبني المسراوي كتعرفوه المسرا حتى هو عيط لي في التليفون، جاوبني واحد مجموعه الاخوان اللي برا هنا. باش نقول لك انا القيمه ديال هذه الجمعيه راه فيها اكثر من 200 واحد، راه فيها جميع الاجيال وكل شيء رد البال، راه كاملين ما راسوا في فريق المغرب التطواني. هذه مهمه، راه باش تجمع هذا الكم هذا. قبيل انا تفاجأ داكشي اللي في الملالين، تبارك الله. واش حاولتوا سي زهير يعني تنفتحوا يعني على ديك نقولوا ديك الجمعيات اخرى؟ علاش تاسسوا يعني تصلحوا لهم؟ لكن عندهم شي غلط في الراس يعني كيقولوا علاش فتحتوا جمعيه اخرى وحنا اصلا كاينه ديجا واحد الجمعيه تاسست في 1979، علاش هما خلقوا فكره مع راسهم؟ حاولتوا تعملوا هذه الخطوه ولا ما امنتوش بها؟ نكمل لك نجاوبك. باش ما ننساش شي نقطه عندي هنايا، قضيه الذاكره تومات، ذاكره ومات البرنامج اللي عملنا، والله شهاده اخي قلت لك قبيلتي، جلسنا راه غتعمل يدك على راسك، خصك شي نهار نكونوا كنسجلوا شي برنامج جديد تسمع من الناس اللي لعبت في الستينات وداك الشيء، زعما تاريخ. احنا هنا من هذا المنبر هذا كنطالبوا باعاده كتابه هذا التاريخ هذا. طول ما واحد مجموعه الاخوان عندهم رصيد، زعما داك الشيء اللي عندك الاخوان، والله العظيم لا كنتفاجئوا، وزعما الفكره السي كريم اليوسفي الله يجازيه بخير، زعما داكشي ديك المعاناه الفرق كبير ديك الوقت مع الوقت ديالنا حنايا، شي حاجه اللي هي يعني الجمعيه عندها واحد التاريخ كبير، ما يمكنش لا يمكن ان تتجاوز من الناحيه، ما يمكنش شي واحد يتجاوزها. باش نرجع لك القضيه اللي قلتي لي، حنايا في كيف ما تكلمت مع نجم برشلونه، يعني اللاعب المشهور، واحد النهار سقسيته قلت له كيفاش الفراقي في اوروبا، قلت له خي لا قول لي كيفاش كينظروا لهذا اللاعب السابق. قال لي الحين كيجي شي لاعب سابق يدخل للملعب ولا هادي، راه كيحنيو الراس كيعللو السلام، عارف كيف كيتعاملوا معاه، كيعتبروهم ليندرز، يعني ليندرز في اسبانيولا شنو كنسميوها، يعني اسطوره.
أسطورة صح، أسطورة. حنا يحسنا فينا الحال، يجي واحد بلا ما نسموه من مكتب ولا من مسيرين ولا من العساس في الامبيكا، كيجي يا خو راه صاحبي يوقفك هيدا. فهمتي ما يعني فين هاد الاعذار؟ كتدخل لنا الملعب فعلا كتجيب اربع تصاور فراقي، ولكن مشيت انا مشيت لبرشلونه، مشيت شنو عندهم تما، مشيت ناوكم وشنو معلقين. يحس في الحال ان بعض تصاور الناس استوريس ما مصورين شي تما، معلقين شي تما، راه خصو يكون عندنا جناح خاص في المكتب المسير، جناح خاص ديال حنا. وحنايا اصلا خدا كانت الامور كما ينبغي، وهذه حتى هو حتى هذه الفكره اللي عندنا حنايا، وهذه بزاف الناس ما كيعرفوهاش، هي اصلا جمعيه القدماء ما خصهاش تكون في الاصل، ما خصهاش تكون. راه جمعيه القدماء خصنا نكونوا حنا داخل تما، واحد الام ديالك واش غتبعد عليها؟ ما يمكنش تبعد عليها، وخصنا نكونوا في وسط الاداره ولا في وسط المركب ولا شنو ما بغى يكون، خصنا نكونوا تما. ما عاطينش، وخصوصا بعض الموسم ما كنهضرش على كل شيء طبعا، استدني لبعض ما كيعطوش القيمه، راه خصو يكونوا تما. تصور بالاخوان اللي عملوا الاستوري خصهم يكونوا تما، جانا خاص بالجمعيه. حنا خصنا ما تكونش اصلا جمعيه، خصنا نكونوا وحشين تما، حين يكون شي حاجه مثلا مقابله في حال هذه راه خصهم هما ياثروا يعني. ولكن هذه الناس حنا اتصلنا بواحد النهار بمالكا، كانوا غيجوا يلعبوا معانا يعني، جمعيه القدماء ديال مالكا اللي كانت بريميرا اسبانيا، ومشاو اخوان عنده من تما، راه عندهم مكتب ديالهم خاص في وسط الاداره ديال الفريق المالكا، فهمتيني؟ يعني ما نقول لك شي امور اللي خصنا نوصلوا لها، كنتمنى نوصلوا لها. هذا علاش انا جيت من جمعيه القدماء، اعاده الاعتبار هذه الامور كامله خاصها، وبزاف الامور اخرى خاصها. نجيو القضيه نرجعوا القضيه باش نشرح لك كيفاش وقع الجمع العام الاستثنائي، هذه خصك تعرفها. وانسحاب جوج د الاعضاء، جوج الاخوان اللاعبين السابقين كنقصد، ومشيو الجمعيه الاخرى. انا نشرحوها ما فيها حتى شي حاجه، بين الامور اللي خصك تعرف شنو وقع. اللي وقع اخي عصام هو ان جا الضغط كبير، انا قلت لك رجعت عندنا ارضيه كبيره، عندنا اللعب بزاف، كان بالضروري ما يمكنش ما تدخلش معاك عادي المرابط في المكتب المسير، وخصوصا اذا كان هو عنده الغرض. ما يمكنش تدخل ما تدخلش معاك صاحبي كريم اليوسفي، ما يمكنش تدخلش معاك محمد الهيشو، سي محمد الهيشو. نتمنى من الزوجه ديالها الاخوه اللي حاضرين كاملين ندعو معاها، مريطه الله يشافيها ويعافيها. ما يمكنش ما يكونش معاك عبد السلام فارس ولا خاه عبد الاله فارس. وقع ضغط، كان ضغط من هاد الاخوان هذا، زياده بعض الامور اخرى، والغضب ضد السي هشام على تجاوزات، ما ندخلوش في هاد التفاصيل هذه. السي هشام قال لنا صافي انا غنمشي في حالي، قالنا انا غنمشي في حالي صافي انا غنستقل. ها باش نشرح لك كيفاش وقع، انا غنستقل. علاش وقع هادشي كامل؟ علاش وقع بالضبط؟ حيتاش واحد مجموعه تجاوزات، ما غندخلش. انا كنت كنهضر من المعني من الامر، كنت كنهضر معاهم شخصيا، كانوا كيوقعوا التجاوزات والاخوان ما بغاوش. وهشام صافي تعصب السيد في واحد المقابله في لامبيكانيت، قال لهم صافي انا ماشي في حالي. شنو وقع؟ العبد الضعيف واحد المجموعه الاخرين نوضنا تحركنا، وخصوصا هاد الاخوان اللي ما كانوش في المكتب. قلنا له علاش اخي شنو المشكل؟ ما كاين حتى شي مشكل، حنا غنعملوا جمع عام استثنائي ديالنا ياك، وهاد الاخوان خصهم يدخلوا، وغنزيدوا بنود في القانون الاساسي ديال الجمعيه، على اساس ان كل من حامله، ماشي اللي يلعب في الشبان، هذه واضحه، ماشي اللي يلعب في الميني، اللي يلعب في الفريق الاول هو اللي عنده الحق يكون في المكتب المسير. بكل بساطه نوضنا جرينا، عملنا المسائل ديالنا كامله كما ينبغي، اتصلنا بالسلطات، المهم عملنا الجمع الاستثنائي ديالنا، زكينا السي هشام باش يبقى في كرئاسه ديال الفريق. في نفس الوقت انضافوا لنا، انا قلت لك واحد مجموعه الاخوان، والمكتب المسير تبارك الله فيه اجيال
فيه السي حسن ايت علا الاخوان السبعينات اللي لعبوا، فيه السي حسين الشعيري الاخ ديال طنجه، يعني اطار كبير هذاك، يعني باش ما يقولوش الجميع فيها شي اوترا، عندنا اوفر تبارك الله كاستياخو ماشي طنجه. لا 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 هو في طنجه هو في كاستياخ، ولكن هو في كاستياخ، ولكن انا قصد لك هو في طنجه، فهمتيني في طنجه هو خدام في طنجه، اطار في طنجه بغيت نقصد لك. شكون اخر؟ عبد اللطيف الصفار، يعني الثمانينات والاوائل التسعينات، يعني هذا المكتب مسير فيه تقريبا جميل كما قلت له شعب الى فارس، بعض الاخوان واذا نسيتهم عادي المرابط، عبد السلام الشيخي، سامر حمداش، يعني اللي لعبنا مع بطنا بزاف، اللي هو في, 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 في الاداره في, في في هذا في المكتب ديال الاعمار في البلديه، سميره حمداش، يعني الناس تيتوان كاملين كيعرفوا، يعني هذا الخليط ديال هاد الناس، هذا اللي وقع. وكاين اخوان طارت لهم، جوج د الاخوان ماشي ثلاثه، جوج د الاخوان طارت لهم، جوج الاخوان طارت لهم، مشاو من هاد الجمعيه هادي، ياك مشاو من هاد الجمعيه هادي، شنو عملوا لها؟ يعني فحال اكتيفوها من جديد، هي كان جمعيه ميته ماتت، اكتيفوها من جديد، فيها جوج الاخوان كريم اليوسفي ولا زهير، انا مثلا غيجيو اخوان اخرين، انا نبقى دائما في امين المال وغنبقى في المال، غيجيو ناس اخرين بافكار اخرى، شنو غنعمل انا؟ نخرج في حالي وطر لي ونمشي نعمل جمعيه ديالي؟ كاينه هادي؟ واش يعقل نمشي نعمل جمعيه ديالي؟ لا، حين انتينا عندك غالبيه ساحقه معك ومع الفكره ديالك ومع المكتب، حاولت تفكوا معهم المشكل، انا صلحوا المشكل ولا ما كانش مكان الصلح؟ لا وحقيقه لا لا حقيقه لا لا، كانوا بعض الاخوان، انا ما أنا شخصيا ما في معلومات، ولكن سي هشام انا كنعرفو، سي هشام اياه، ولكن امور ماشي رسميه، يعني ماشي جلسه رسميه وداكشي، ولكن اللي كما نقول لك انا جوج الاخوان خي عزاز عليا، لعبت معاهم كلاعب ولعبت معاهم ك مدرب، قدرت تسميهم ولا مدربين ديالي؟ لا ما احتاجش يا خي، الله يحفظك، اعتزوا بهم، استفدت منهم بزاف، يعني احباب عليا صراحه الله، ولكن باش ما تفاديا لي، وكاين امور اخرى وقعت، احنا ما يعني هادشي اللي بالضبط اللي وقع، هذيك الجمعية اصلا ما كانتش كاينه، كانت كاينه تاسست، انا كما قلت لك انا السؤال المطروح لماذا تاسست خصك تقصي ماشي لي انا، يمكن شي كاينه جمعيه ودعم لواحد جمعيه اخرى. سي زهير غنمشيو غنمشيو يعني للكيبو، وانت بما انك ملاعبي سابق غنهضر معك كتقني دابا، ونقول لك هاد الاختيارات هذا اللي كيعمل الفريق حاليا مؤخرا ماشي حاليا، سواء في اختيار الملاعبيه ولا في اختيار المدربين، انت كلاعب سابق وكتقني كيفاش كتشوف هاد الاختيارات؟ سي عصام، شوف بكل بساطه حنا غنهضروا، انا غنبدا باش نهضروا على 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 هاد العشوائي بصفه عامه، حيتاش مساله ماشي مساله اختيارات اخي عصام، اختيارات كتجي من بعد، هادشي كلشي كيجي من بعد، انا العجيب في الامر ان هاد المسؤولين هادو اللي مسؤولين بهاد الفريق هادي، وقعت كارثه، وحتى شي واحد ما خرج يواجه الجمهور اصاحبي، وعلى الاقل على الاقل انا شخصيا من الطبيعي الفرقة طاحت كارثة، ما تخرجش يا صاحبي بالاعتذار من الجمهور، دعم الفيديو هذه كارثة، اعترف وتقول للجمهور ما كاع ما تخوف، تقول له هو ما كيبغيش يجاوبك، حتى اتهامات خطيرة اللي كينسبوا لي له وما كيجاوبش عليها، الاختلاسات ولا ما نعرفوا هذه وهذه، فما بالك غتقول لي الاختيارات الملعب مثلا، من الملعب حتى هو من اسباب النزول ديال الفريق، وفين هذا الملعب ما تعدلش؟ علاش ما تعدلش؟ حنا كنا كنستناو المركب يوجد، والملعب صنيدر ما وجدش، يعني واحد مجموعه ديال الاسئله مطروحه، الاختيارات، انت دابا المدرب واش كل اللي غيساق، شكون اللي غيجاوب عليها؟ خصو هو يجاوبنا، يعني يخرج ويجاوب، وماشي اصلا خصو هو يجاوب في الحقيقه، في المنطق شكون اللي خصو يجاوب؟ غتهضر لي على ناطق الرقم،
خص اللجنه ولا الاداره التقنيه هي اللي تجاوب، اما هو ما عنده حتى علاقه. وهاد الناس ما بغاوش يحترموا التخصصات، احترم التخصصات اخي وما نتحملش المسؤوليه ديالي انا. علاش هاد المسيرين كيطيحوا بالقيمه ديال راسهم؟ عطي القيمه لراسك اصاحبي. فين تاني بيريز؟ بيريز دماد الرئيس للمدريد، راه والله كيجيب ستاف 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 خدام معاه صاحبي. السيد ايه يجيب لك هادي يعمل لك هادي، ولكن كاين امور اخرى والله ما كيتدخل فيها. يدافن دابا هاو كيحاولوا يجيبوا مبابي، يجيبوا لك براسو، يجيبوا لك قال لك جيبوا مثلا هذيك هي. هو انت مشي جيب لي مستشهرين، مشي جيب لي مستثمرين، خص لجان قويه صاحبي. ما كاينش لجان صاحبي، لجان كامله ما كاينينش. اكبر غلط حين يكون المكتب مسير، انت في المكتب وواحد مجموعه الاعضاء احترامات لهم. وانا قلت لك، قلت في الفيديو، انا عندي تما اخوان كنتعامل معهم في العمل ديالي، كتعامل مع الناس بروفيسيونال. هذا كنقول لك فعلا فرقه كتستافد منه، كتستافد منه. ولكن اشخاص شنو كيجيبوا لنا؟ اللجان ما كاينينش اصلا، ما كاينش اللجان. فين هما؟ لا لجنه تقنيه، لا لجنه اللي غنعمل لك ديفلوبمون، اللي غتشوف لك واحد المنظور من واحد الوقت معين. لا لجنه الاعلام كاينه، ولكن لجنه اللي غتجيب يعني ما كاين والو. غنهضروا هنا على اختيارات. انا شخصيا ارى، وحتى في الاخوان ديالنا، هاد المجموعه الاجوبه ما غيجاوبناش عليهم. هاد السيد الانتدابات، هاد البطائق الافتراضيه، ضعنا من الكاف، المشاركه في الكاف، سقوط في الجمع العام. و كيقولوا لبعض الاخوان الخيرات، عقل الجمع العام دعمنا، شنو وقع فيه؟ ما يمكنش يعني. الحلول، انا الراي الشخصي، الحلول وخاصها تتدخل السلطات يا اخي. من غير السلطات التوخيه تصدق ما كاينش الحل. علاش؟ راه كاين غموض على غلط الكريديات اللي كاينين عند الفريق، الغموض كبيره صاحبي. وانا نجي انا دابا نعطيك مثال، هذا فهمت من بيتي راسي، ما عرفش. ها هو العطر ماشي استسلم، صافي تنحى مشاف عليه. علاش؟ وعرف الحقيقه شنو كاينه تما، والله اعلم يمكن توصلت للحقيقه شنو كاين تما اللي غادي يدخل. ودابا انا ندخل تما خصني نجي معايا باش نفك ما عرفتش حد المشاكل، عاد نشوف انا المستقبل شنو غادي نعمل. راه اذا ما تدخل هادشي باش هاد الديون اللي على الفريق وهاد المشاكل خصها بهيك اعاده الهيكله ديالها، فهمتيني؟ والسلطه، واذا ما تدخلتش السلطه اسمح لي انا، لا ما يعني صعيب. كاين حلول اخرى يعني، الضغط في الانخراط، هذا الناس كيقولوا لنا خصكم تنخرطوا. ولكن انا نقول لك انخراط، انت شفتي عام الاول الجمع العام شنو وقع فيه؟ ياك انت ما شفتي الجمع العام شنو وقع فيه؟ انخراط يمه بابا. الريال مدريد عندهم تقريبا 100,000 منخرط، 97,000 ولا 99,000 منخرط. شحال كيخلصوا في العام؟ شحال كيخلصوا في العام؟ كيخلصوا 150 اورو، 149 اورو في العام، وامتيازات، بزاف امتيازات. طبعا ما كيدخلوش الملعب، راه منخرط ما كيدخلش الملعب. باش تدخل الملعب خصك تابونا، هذاك امر اخر، فهمتيني؟ يعني مثلا احنا عندنا 10,000 درهم، وشحال عندنا المنخرطين؟ شحال عدد المنخرطين كامل؟ 30. وشحال اصوات الدار؟ شي 28، شي 30 واقيلا، ما كملاش. كيقول لا شي 52 اللي في راسي انا، اللي سمعت انا ما عنديش. 52 30 واقيلا. والفريق عريق قد هذا فيه 30 منخرط عباد الله. اسمح، احنا يا سيدي انا نمشي مع هذا الحل، الحل انخرط ياك. واخا سيدي غندخلوا حنا كجمعيه القدماء اللاعبين زعما غنتخرطوا ياك. وبلا ما نشرح لك واش حنا عندنا الديمقراطيه في هادشي ديال، ماشي في المغرب سيطوان، على مستوى الوطن كامل. احنا غندخلوا، شكون اللي كيتحكم اصلا في العدد المنخرطين؟ انت غتجيب 30 ديال الناس وتجيب 30 مليون اسيدي فرضا، وراه غتجي غتجبر عندك تما واحد غاحتين مثلا 31 منخرط، 31 منخرط ما غتقدر تعمل والو. انت عندك 30 منخرط ما دير والو. خصنا نعرفوا شكون اللي كيتحكم في الانخراط، في الانخراط، وباش غادي نخرط راه خصهم يزكيوك جوج ما عرفتش. شكون غيزكيني ليلي انا اللي فيها الهضره؟ اللي بغي شكون غيخليك تدخل؟ انا مستعد ندخل، ولكن ما الفائده؟
المنخرطين اش كيعملوا تما؟ فرقه رجعت شركه يمكن، ها هما حجزوا على الكونت بونكير، وحجزوا على حتى على الاسهم الشركه. شوف المنخرطين صاحبي، وتصور معايا اخي، ريال مدريد حين رجعت اتلتيكو مدريد شركه، يعني حين كان خيسوس خيل اللي تتبع الكره كان خيسوس خيل، يعني هذيك يعني واخا هو كان هو الوالي ولا العمده د مربي، هو اللي شرى الفرق، شرى اتلتيكو مش شرى الشركه. كانت بدات واحد المناوشه بعد الهضره في مدريد، في ريال مدريد، ان ما عاد رجع شركه، والمنخرطين ناضوا كاين شي نفس الشيء. برشلونه فوتو الكور برشلونه غيردوا عليك شركه، ولكن هذوك الناس عندهم كل شيء واضح. حين كتجي تعمل انتخابات راه ليجان خاصه ما عندها حتى علاقه بهذوك اللي تما كيطقم باش كنقول تقبل، يعني اللي باغي يترشح بحال اللي كيوقعوا في الانتخابات، انتخابات ليجان خاصه الانتخابات، واحد مجموعه لك الامور. اذا حل ندخلوا معاه في ندخلوا كمنخرطين، انا لا اظن نرجع للحل تدخل السلطات. سي زهير، انتم جوستو كملاعبيه سابقين بشكل عام، وانت بالضبط بشكل خاص جوستو على بلعه المكاتب المسيره جازت في تاريخ المغرب، يعني انت كفرد من الجمهور ولا كلاعب ولا كلاعب سابق، شفتي بلعه المكاتب المسيره دازت، واش كتظن هذا المكتب المسير الحالي بقياده المعروف اسمه هو افشل واحد داز، خصوصا بعد الصمت بزاف وديك صاحب المشاركه الافريقيه وما دار شي، يعني واش كتشوف هذا هو اسوء مكتب مسير داز في تاريخ المتابعه ديالك الكيبو؟ بالتاكيد ما نقول لك شي افشل، شنو غنسميوها؟ شنو غتسميوها انت؟ عندك 6 مقابلات ولا 8 ما عقلتش انا، خصك تجيب فيهم 3 النقاط، ما تجيبش 3 النقاط. واخا نعرف بلا ما نشرح لك كيفاش، ما نجيبش 3 النقاط انا افشل، ما كيفاش غتسميه؟ والاكثر من هذا، وذا كاين شي كلمه اخرى خصك تقولها، حنا كنتكلموا كمؤسسه كشخص ما عندنا حتى علاقة بالسيد بوليداته، ولكن كمؤسسة هذا كيتسمى بيرسون، اش كيسميوها، شخصية عمومية، راه شخصية عمومية، اسمح لي، هذاك الشيء اللي دار خصو يتحاسب، خصها محاسبة، اسمح لي. أنا علاش أصاحبي تتهم وما كتهضرش؟ بلا ما نهضرو حنا على أمور أخرى، فين مشاو 50 مليون البطائق، الروينة د الحاجات، وما كاينش كلمة واحدة، ما تخرجش للعالم تهضر. خرجة يتيمة كما قال السي كريم، شنو قال في ديك الخرجة اليتيمة؟ ما قال والو، شنو قال في الخرجة اليتيمة؟ ما قال حتى شي حاجة. عييت في التسيير وبحق أنا باقي في التسيير. أنا ما كنجبر ما نجاوب، أنا حين يا خو كيتهمك ولا شي ما الأمر ماشي هي هذيك، وما كتجاوبش، غيجاوبك أنت علاش جاب في ثلاثة بارديدوس جمال دري دابا صاحبي مرضي الوالدين، ما طاحتلوش الفرقة في يدو، ثلاثة بارديدوس عاد غتحايد جمال، غتجيب ثلاثين اسبانيولي ما نعرف واش كيعرف حتى هاد الليغا، يقوز لك ثلاثة مقابلات، هاد الروينة هادي، يعني ودا جينا ندخلو في هادشي، أنا ما كنبغيش ندخل في هادشي، أنا كنحاولو ما نكمفتو على الحلول، غندخلو الكوارث هادي ما عمرها ما وقعت صاحبي. ما عمر وقعت هادشي بزاف، ما بزاف، وما تخرجش لواجه الناس، ما تخرجش تزول يعني الشبهه اللي كيتهموك بها، ما عرفتش. سي زهير، هضرتي على قضيه الانخراط، قلتي الانخراط صعيب في ظل ان الناس يعني متحكمه في ديك يعني في ديك الشيء الانخراط، وحتى واذا دخلتي الديمقراطيه من عدمه، ولكن السؤال ديالي اللي غنطرح في هذه القضيه انا، الانخراط هو واش كاين جمعيه القدماء سبق يعني بغات تنخرط ماشي مع هذا السيد، يعني في الايام نقول لك ابرون، حيت الجمعيه القدماء حنا كنعرفوها قديمه، سبقات حاولت تنضم للانخراط في الايام ابرون، ودابا واحد السؤال اخر، دابا كاين الاخبار ان ابرون الصغير
من ضمن المكتب المسير، واش كاين شي واحد في الجمعيات القدماء يتواصل معاه باش يعني يسر لكم الامور باش تنخرطوا مستقبلا، ولا هذه الفكره انتم ما مامنينش بها حتى يتحل كيفو عاد تنخرطوا؟ المساله ضمن خيرات اخي، انا ما فراسيش قبل واش بعض الاخوان بغاو ينخرطوا، انا لا اظن، ما كنظنش شي واحد اصلا بغى ينخرط. حنا ما انا شخصيا ضد الانخراط، انا الفكره ديالي واضحه، انا شرحت لك الاسباب علاش. وكجمعيه ما عندنا شي هدف يعني في كمستقبلا نعمل انخراط اصلا. دابا غادي ننخرط، يقال انا باقي ما دابا هذيك القانون 30/09 ديال باش تحول جمعيه لشركه، هذه باقي ما حيتش. انا كنت مؤخرا كنحاول نجمع معلومات حتى عن نقدر نتكلم عليها، ولكن ولد رجعت شركه اش مش دعم المنخرط. الانخراط ما كيبقاش اللي في راسي انا، كيف ما مثلا باريس سان جيرمان هذيك الخليفي ولا شنو سميتو، راه هذيك هي ممتلك باريس سان جيرمان، راه عنده اداره ولا مجلس اداري بحال في الشركه، راه وكاينين موظفين المكتب الاداري ولا هذيك اللي كيكونوا، ما كاينش كاين شركه انت عندك 100 الاسهم، انا عندي 99، الخليفي هو اللي عنده بزاف، يعني يمتلك الشركه. المخرطين ما واش كيبقاو لهم دور؟ انا في هذا القانون الجديد ما عرفش واش غيبقاو لهم دور ولا لا، انا لا اظن غيبقاو لهم دور. ويقال ماشي مأكد ان يعني قسموه الاسهم، راه يعني كاينين الناس يمتلكون دابا الفريق 99% باي معيار. الجمعيات القدماء عندها شي علاقه مع شي منخرط؟ كاين شي علاقه مع شي منخرط؟ طبعا بالتاكيد طبعا، يعني هذه حتى يعني علاقه صداقه، علاقه يعني بالتاكيد بزاف الاخوان، وطرحت علينا من بعض الاخوان في حاله. انا ما كنبغيش نقول طرحت علينا هما يعاونونا باش حنا نكونوا، فاحنا ما بغيناش. طرحت علينا هذه المساله من بعض الاشخاص اللي ديجا مخرطين تما، ما بغيناش. ما نكذبش عليك، حنا ما في هذه الساعه حنا بالنسبه لنا كنعتبروا راسنا حنايا هما المغرب تيكوان، نكذب عليك حنايا حنا الام ديالنا تما حنا معاه. اما من انخراط جمع اللاعبين السابقين يخرطوا، راه جمع اللاعبين السابقين خصك ترفدهم تحطهم قدامك اصاحبي، ما سمحليش من انخراط لاعب سابق خرط، وراه هذيك يماكش باش نخرط معاه. انا في هذه رايي، انا خصنا نكونوا تما، قال بنو خصنا نكونوا تما دائما، راه خص يكون عندنا حين نمشيو نجلسوا، ما نمشيوش حنا نخلصوا معاه شحال كنخلصوا على المقام ونجلسوا بواحد، ما لا نكونوا تما باش بالصغيره والكبيره نكونوا حاضرين تمات، وباش ولكن يا حسرات المكتب كاينين بعض الناس لا يفقهون شيئا، ما كيعرفوش حتى شنو كره، ما كيعرفوش حتى شنو كره منفخه، هما كينظروا اخطر من هذا. ها نبين الامور اللي غنعطيها لك حقيقه، هي اللي قلت لك قبيله تي الجمع العام وديك الشيء، ها النقطه اخرى، راه الرئيس جلس معنا وقال لنا بالحرف الواحد قرنا انا نقول لك هنا تما، لا في المكتب المسير ولا في المكتب المدير اللي خدم تما كموظف، والله ما قال لنا هذا بالحرف الواحد، وانا ما عرفتش نعمل لهم كيحذروا وهمنا حنايا. علاش؟ الله اعلم. واش غنديو لهم المناصب ديالهم؟ واش غنديو؟ حنا ما غنديو حتى شي واحد، ما تخافوش، حنا كل واحد في الشغل ديالو. وكي النظره هو الرائد حنجان عندنا، قال لنا قلنا هذا، قالنا تفاجأ بعد حين دخل وشاف الدراري والشباب عادي يعني تفاجأ، وكيزين له غنهضر معاه بشي طريقه معاه كيفاش. حنا الناس حواريين، نتقبل الراي الاخر، ما عندنا شي مشكل، ولكن تفاجأ وقال لنا، قالنا الناس ما كيبغيوكمش، قال لنا هيدا تما الناس ما كيبغيوناش. شكون من الله؟ وتصور نتينا جوج طلبات، غنرجع عندك القضيه اللي كنا اتفقنا عليها، التواصل مع المكتب، جوج الطلبات عباد الله مكتوبين جوج افيك اكوزي دو ريسبسيون. شنو اكوزي دو غاب؟ شنو اكوزي دو غاب؟ كنعطيو لهم الورقه، خصنا نجلسوا مع المكتب المسير وكيرشيونا، كيقول لنا اوكي. دازت شهر ما جاوبوناش، مشينا عملنا واخد افيك اكوزي دو ريسبسيون. شنو هادشي؟ حتى جا عندنا الرئيس صاحبي كيتفاجئ بان هذا الورق عمره ما شافهم، استصدم صاحبي هو بيده. الناس تما ما باغيينش هذا الشيء وصلنا، اختار من هيدا حين جلس معنا، صيفطنا اي عندي انا ما عرفتش فين عملتها رساله شكر، حين جا جلس معنا استقبل اللي عملنا له وصيفطنا رساله، وعملنا الشيء مع مثلا عقلتي فوق كنا، حتى مورا شهرين عاد وصلنا الرساله.
وصلنا الرسالة شكون غيوصلها؟ وصلنا أزواغ، سي محمد أزواغ جاب لنا في المقر وسيبنا متاحت، ما بغاوش يصيفطوا لنا رسالة مضيع عند الرئيس وكل شيء. شنو عملنا لكم حنا؟ واش حنايا كنعمل لكم شي؟ واش حنا عمرنا عملنا لشي واحد شي حاجة تما؟ ولا علامة التعجب تستفيدون من العشوائية؟ كتخافوا حيتاش أمر تبدل. أنا متفق معك، كانوا بعض قلائل بعض القدماء كانوا يسيئون النظرة للقدماء، ولكن شنو كتخافوا نجيو تما ونقطعوا المال والمرعى؟ شنو كتخافوا نعملوا حنايا؟ حنا ما غنعملوا حتى شي حاجة، حنا بغينا ننظموا الأمور، وحنا كاع ما نجيو تما، حنا نعطيكم نصائح، أجي نستشروا معانا نهضروا معكم، لا تسييرين كانت لا تقنيا فاش ما بغيتوا. اش تقول كما قلت كاين بعض الاخوان تما في المكتب اوطور، ولكن كاين صاحبي اسمح لي، لا حول ولا قوه الا بالله، غتجي تقول لي انا كيفاش ننظم ولا كيفاش نسير ولا كيفاش راه الجمعيه فيها اوطور دائما كنعاود نتنيها، فيها تقنيين هم ميشو اختار 50 واحد كنت غنبارطاجي لك اخرون نسيتك، هذيك كانت اكسكلوزيف اسمح لي بزاف. الورقه فيها 53 واحد فيها بالاسماء بكل شيء، وصلتنا الرئيس وقلنا هاش كنسوا حنايا راه كاملين، كاين اللي عنده ليسونس بروفيسيونيل ديال برا منهم سي يونس بالاحمر، باش نرجع نسير انا بالعنيتين باش نسير لك واحد النقطه هذه اللي خصكم تعرفوها عاود. 53 مؤطر حشومه صح، ها 53 مؤطر اختار من حاجه، ولا شنو خصك انت نهودو تخدم بطل؟ حنا نضحي وضحيت وهودنا، ولكن كاين امور اسمح لي حين كيهود اخر يخدم بطل. انت نعرف شنو وقع اخي عصام في في في, في انت نعرف شنو وقع في في في, في مركز التكوين، استفزازات اللي وقعوا من بعض الاباء من بعض المؤطرين، الله يكون في عونهم هاد المؤطرين، انا لا ما كنعطيهمش رخص يعملوا داكشي، ولكن ما كيتخلصوا ما والو. اسمح لي والسياده خويا ميت بالجوع، كتجبروا هذاك المنفذ الواحد ديالو داخر، هذا غلط. اذا انا كنادي وكندعي المؤطرين كاملين، حنا مرحبا يكون لعاب اللاعب سابق ولا غير اللاعب، يكون كفء شرط واحد كفء الاولويه للاعب السابق بالتاكيد، هذه مشي تشوفها في برشلونه مشي تشوفها في ريال مدريد في باير مشي تشوف ما بغيتي، حين كيكون حين كل كفء كفء واخير اللاعب السابق هو اللي كيسبق، هذه ما يغميزوا لي حتى حين ضقمي، ولكن باش نتينا تهون تما وتساهم في العشوائيه حين تهون الترينر باطل، راه عباد الله 25 لاعب كيترينر وثلاثه البالونات في هذا المنكر اصاحبي، ما كاينش شي. هو السي عبد السلام فارس تكلم بالتفاصيل اصاحبي، المنكر اصاحبي، واش غتهضر لي على انتداب المدرب؟ ما كاين والو، هذه حقيقه. انا كنادي هاد الاطر اللي تما الله يجازيكم بخير اخي، ما تهمناش في العشوائيه وما تخليش هذا المكتب المسير المسير وشكون ما بغى يجي هذا الرئيس، وان كان مشي تخدم لي باطل اخي يعمل لي كونترا. وكنقول لهم انا اصدقاء ديالي اخي نبهتهم كانوا تما شبرين فئه الكبار وناقشتهم قلت لهم غلط، قال لي لا انا عندي التيماتوم ما يعملوش معايا، قلت له اخي ما تقول لي لا التيماتوم لا والو، يعني راه ما يكملوش معاك ما يكملوش معاك، الاخر جا عندي قال لي يا عندك الحق. اسمح لي اشمن كان انا كنطلب المؤطرين اللي كيمشيو تما ما تخدمش باطل الله يجازيك بخير، طلب حقك وما تساهمش بالعشوائيه. انت حين غتخدم باطل نيبن غادي نحاسب، مين كاين شي تحاسب اخر كيخدم باطل؟ اسمح لي اخر كيخدم باطل غتحاسبه؟ ممكن لا يمكن، الفرقه طاحت ياك نيبن غنحاسبه، واش غنحاسبوا هاد الاسبانيولي؟ انا كنقول لك العشوائي في كل شيء، واش غنحاسبوا جمال دريدب؟ واش غنحاسب سينوس بالاحمر؟ ني ما غنحاسب هاد اللي كان الاولاني ماكيدا ولا شنو؟ ني ما غنحاسب مع المدرب غنحاسبهم كاملين. اخ ما عندكش يمكن انا محاسب، خلي الامور تنظم الله يجازيكم الخير. كنعاود المؤطرين اسني معاهم كونترا يا اخي، اسني معاهم كونترا بحال اللي كيعملوا كاملين، كيجي لعابه احترامات اللعابه كاملين، كاين بعض اللعابه ما عندهمش بلاصتهم تما ما كنعرفوش كيفاش كيجيو كيسني كونترا كيمشي كيدعي الفرقه كيدي 80 100 مليون يا صاحبي، ماشي هذا منكر. واسني يا اخي انت كمؤطر اسني
ودعيهم. علاش ما كدعيهمش؟ ادعيهم اخي اسمح لي، ماشي رزقك هذاك، ما كنعمل حتى شي حاجه. انا ماشي انا ضد الفريق هذا الاصول، ماشي كاين انا ضد الفريق، لا انا ضد العشوائيه. وده كان حتى واحد ما كيبغي يهود كمؤطر يخدم باطل، شنو مضطر يعمل يعملوا صح؟ اسمح لي، وغتكون وساعات الاكفاء غيجي تما. اسمح لي، ما تسهموش وعطيو قيمه لراسكم وعطيو العزه لراسكم، فهمتيني سي زهير؟ لا حول ولا قوه. قلتي واحد الجمله وتفكرت واحد الحادث كان وقع لي، ونسقسيك علاش، حيت انت من خلالك انت عضو في الجمعيات القدامى. كان ما عرفتش واش انت في اخبارك، كان وقع لي واحد المشكل مع المدرب السابق جمال الدين الدريده. من خلال ردات الفعل ديال اللي كنتلقى بنادم، كانوا كيقولوا لي كاصحاب لهم في وسط الكيبو انني مدعوم من طرف الجمعيات القدامى. جمعيه القدامى هي اللي كانت زعما كتشعلني باش ننتقد الفريق. وانت دابا دابا عاد قدام انتبهتي دابا عاد قلتي لي الرئيس ميجا عندكم قال لكم الناس ما حاملينكمش. علاش انت انت واحد من عضو مكتب مساعد جمعيه القدامى كتلاحظ عندكم هذا الهجوم عليكم، وبنادم كينقل عليكم الاشاعات، وانا بيدي وقعت لي معاكم واخا ما عندي كان معاكم حتى كونتاكت، علاش هذا المشكل هذا؟ علاش كيتهمونا؟ علاه؟ انا نشرح لك النقطه الاولى مهمه. النقطه الاولى مهمه هي كاين بعض الاشخاص عافانا الله من اللاعبين السابقين، نكون واضحين، هما اللي عطاو واحد النظره سيئه عند اللاعبين السابقين، فهمتيني، عطاو واحد النظره سيئه اللاعبين السابقين. هذه من بين الامور كيهجموا علينا. اما الجيل الجديد والاخوان اللي جاوا راه كامل بالعزه ديالهم، وكامل كاملين بالقيمه ديالهم. اما باش تجي لي تهضر لي على واحد ولا جوج، حنا ما نعدلو، فهمتيني، كيهجموا علينا، يمكن كيخافوا نديو لهم المناصب ديالهم، ما نعرف حنا ما غنديو حتى شي واحد. هذوك اللي تما في فاخور كيقول له معقول، ما حنا بالعكس حنا من الصبط خدموا يا اخي، حنا نتعاونوا، ما عندنا حتى شي مشكل. واذا احتجتونا طبعا وطرقوا الباب ديالنا، وما غنجيوش عندكم بالتليفونات وانتينا اتصالات. غنرجعوا لك ليا اتصالات، حيت كنتفكر نقطه من النقطه اللي عندنا، كيتواصلوا معنا وكيتصلوا باتصالات فرديه، وحين كيجلس معاهم اخر بحال اللي جلس السي عبد السلام فارس، حين جلس معاهم طلب لهم المستحقات ديالو، ما بغاوش. اعطيني ضمانات ونجينا نخدم تما في العشوائي، ما كاين والو، اعطيني ضمانات، حنا معاكم، ما كاين حتى شي مشكل. كاين جوج طرق، كاين يهودوا بعض الاخوان، والاخوان ديالنا وكانوا في المكتب، حنا واش حنا كنعرضوا شي واحد يهود يكون مؤطر تما؟ عمرنا. اللي بغى يهود المساله شخصيه، كاين جوج طرق، اما غيتصلوا ببعض الاخوان اللي كيشوفهم كف ويمشيوا يخدموا معاهم، انا حتى مشكل. بغيتوا حنا كجمعيه نعطيوكم مؤطرين كما نرى نحن، ما عندنا حتى شي مشكل، حتى شي مشكل. علاش ما اتفقتوش ملي كان جا الرئيس عندكم هضرتوا في هذه النقطة، وعلاش ما تمشي اللقاء بشكل دوري يعني مستمر؟ علاش ديك اللقاء اللي تصور معاكم من تماك ما دار معاكم؟ علاش؟ يعني الجواب هو كيعرفوا. ماشي جاوبك، ما عرفتش انا، ما كانش بر ما نجاوبك. شنو باش نقول لك انا؟ قلتي لي الجمعية يعني ما خصهاش تهضر بزاف، الموقف ديالها واضح، ما محتاجاش الا هضره بزاف. ولكن اللي نسقسك، واش كاين شي منابر صحفيه في المدينه كيف ما كانت، سواء صفحه فيسبوكيه ولا صحافه معترف بها عند الرخصه، حاولت تواصل معاكم؟ هادي اللي بغيت نقول لك انا قبيله. لا يا اخي، انا ما نقول لكم ما تواصلوش، فعلا كاين بعض المنابر كيتصلوا بالرأي سيدي هشام فقط، كيتصلوا، ولكن منابر ديال يعني المواقع الاجتماعيه ولا ما كاينش شي اتصالات فرديه مع السي هشام، ولكن اتصالات مع الجمعيه رسميا ما كايناش رسميا. لا عمرها ما كانت. احنا راه الاشاره، احنا دائما كنقولوها، احنا من الصعب نكون شي حاجه اللي احنا نفيدو ونستافدو حتى احنا ما كنقولوش. اخوان كاملين
باش ما ننساش اخوان كما قلت 53 اخو زياده راه اخوان خدامين راه كيعملوا ميزاج راسهم كيف ما لي زابليكاسيون يعني خدامين كيكونوا راسهم باش ما يقولوش بان الجمعيه ما كتكون شي ما خدامين شي. راه عندنا اخوان واحد مجموعه اخوان عندهم ليسونس بي كاين ليسونس ا وكاين ليسونس بي وكاين ليسونس سي وخدامين ديبلوم اشمن ديبلوم عنده بي سي عادل عنده السي سي كنظن كنظن السي والاخوان اللي هنايا متابعينا هو يصحح لي اخوان في كريم ولا هذه صحح لي كنظن السي كنظن السي باقي ما عملش بي بحال اخوان اخرين كاينين عبد اله العلواني عبد السلام فارس بزاف الاخوان عندهم بي انا الورقه ماشي قدامي بحال مثلا الهيشو وعبد اله فارس عبد اله فارس صاحبي دابا ساعه كيستدعي وكيمشي سفر على برا مع المنتخبات الصغرى عنده ليسونس بي غارديان هذاك صاحبي ايطر لا هو لا السي محمد الهيشو ما نستافدوش منه وحتى كاين حتى السي محمد القاسميه حتى هو لاعب سابق اسمح لي يكون وشحال شحال الساقسي هذا ما يخون معروفه شحال شحال الحراس بانوا منهم اليوسفي منهم الحراس اللي بانوا عن طريق هاد 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 المؤطرين هاد العاصمي كاين القاص شكون اللي خدم معاهم ساقسي وشكون خدم معاهم من خلال التجربه ديالك في الجمعيات القدماء ويعني وتواصلتي مع الناس اللي كانوا قدامين عليك في الجمعيه واش عمر هذه الجمعيه منذ التاسيس ديالها تلقات شي دعم مادي ولا معنوي ما نقول لك غير مادي من طرف الفريق عمر جال شي دعم مادي وحنا ساهمنا معاهم ب 10000 درهم في البطائق حنا ساهمنا معاهم ب 10000 درهم وشو ما عندنا لا دعم مادي لا مسلطات لا حتى شي حاجه هذا المكسب واخر درهم واحد مين كنجمعوه كنجمعوه مع بعضنا يكذب عليك شي واحد كنجمعوه كان كان كتجي الاعياد رد البال اي فاش امور ما كنبغيوش نقولها اعياد مناسبات رمضان عندنا اخوان مساكن مضرورين شكون اللي كيكون مضرورين شكون اللي كيساهم معاهم راه من الجيوب ديالنا الخاص يكذب عليك شي واحد تبارك الله المؤطرين بزاف تبارك الله الاخوان الجمعيات الفرع هولندا بلجيكا اسبانيا كيصيفطوا لنا العضاعي كيصيفطوها لنا في الكوينتا ديال الجمعيه اللي عندنا انا امين المال وانا عارف شنو كاين وهنايا الاخوان اللي هما من جيوبنا الخاص كل خطره شحال وكان الحمد لله كنجمعوا البركه وكنقسموها مع ان انا تقريبا 20 واحد ولا 22 واحد وكاينين واحد 8 ولا 6 هما اللي اكثر تضرر كنزبقوهم باغي هادو نركز لك عليهم هادو اللي تقريبا 30 واحد من خلال انت الحديث ديالك معاهم ولا من خلال اللي كتشوفهم ما عمرهم ما تلقاو الدعم من الفريق سواء في هذه الفتره ولا شي فتره فاتت عمرهم تلقاو شي دعم انا ما باش ما نقولش على حاجه ما عرفتش انا ما فراسي شي يمكن واحد حاجه هما الحين خدموا كمؤطرين تخلصوا كدعم ما عرفش كاين شي حد لا كاين شي واحد فيهم عمليه ولا شي حاجه كمخلصوا رئيس من الرؤساء ما عرفش بالضبط كاين شي حاجه بحال هذه باش ما كاين شي حاجه بحال هذه شي ما كاينه شي كاينه ملي كتهضر على جمعيه سي زهير دائما كتقول لي اللاعب حنا عندنا اللاعبين من جميع الاجيال يعني هاد الالفيه التسعينات الثمانينات السبعينات الستينات وكتوقفوا وكنلاحظها بصفه عامه في الخطاب ديال الجمعيه علاش ما كتتواصلوش مع يعني واذا كانوا على قيد الحياه ملاعبيه اللي في الخمسينات ولا اللي كانوا شي ملاعبيه اسبانيين لعبوا مع التاريخ واش ما كتعترفوش بالتاريخ اللي قبل 56 ولا انتم اللي حاضرين اللي عايشين يعني اللي عايشين منهم هو اللي كتواصلوا معاهم لا بالعكس بالعكس من بين الامور اللي كنا غنعملوها مستقبل يمكن نعملوها هذا الشتوى هذه هو واحد اللاعب اسباني لعبوا في الخمسينات هذا اللاعب الاسباني كنا صافي اتفقنا باغي نشوفوا شي طريقه من الطرق باش نستدعوه يجي عندنا وغنعملوا معاه ديك البرنامج مع السي كريم ذاكرتهما بالعكس علاش وقع هذا البرنامج السي زوار كان واعر علاش وقع
شلي ساعه صيفط لك في الميساج نقول لك على شوق. لا غيرجع غيرجع في الشيء تونس ان شاء الله غيرجع. ديك شيء عجيب زعما الصراحه، ديك شيء عجيب بزاف. زعما احنا كنكونوا جالسين تما كنسمعوا قصار من داكشي اللي يوبت على 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 في اليوتيوب وفي الفيسبوك. زعما الصراحه شي نهار نستدعيو زعما اللي كيعدل الفيديوز كنقول له دابا واخا ما كنعرفوش احسن 1000 درجه ديك اللي كيعدل الفيديوز في الطيبي صراحه الله واخا ما كنعرفوش. واسمح لي السي السي عصام انا نقول لك حيتاش انا هذا الميدان ديالي. واش انت اللي كتعدل الفيديو؟ ميدان بلانفورم. لا لا نشرح لك انا نشرح لك. لا لا ماشي انا ماشي انا ولكن انا نشرح لك نشرح لك. انا هذا الميدان ديالي، انا البدايه ديالي الاولى في لانفورماتيك دابا هذه ما عرفتش شحال كنت كنعدل الفيديوز فعلا كنت كنعدل كنت كنعمل مونتاج وكل شيء. ولكن التوجه الدراسي ديالو وسوق العمل هو اللي وجهني حاجه اخرى فهمتيني. يعني بحكم العلاقات ديالي وديك الشيء جبت ناس بروفيسيونال اللي سلم تبارك الله اللي كيعدلوا لنا هادشي وداشين تقول لك مساكن كيفاش خدامين معانا ما عندي ما نقول زعما عندك خصني نتذكر مزيان نعمل لهم الاشهار اسم داك الشيء. خذ وقتك خذ وقتك تتعقل عليهم قول لهم يكتبوا اسمهم خصني نعمل لهم الاشهار اسم الشركه نسيتها والله العظيم نسيتها. ايه فتشت امك فتشت امك راهم حتى هما راهم حتى هما اللي كيتكلفوا باسبوع سينمائي ديال تطوان هما اللي كيتكلفوا به كيتكلفوا بواحد مجموعة الامور قرب الله ينعس الشيطان خصني نسيت الاسم ديالي. الله يهديهم زعما. اما انا اتجه في اتجاه اخر قلت لك انا انا عندي الريزو ما هو عندي لي سيرفور مهم خدام في حاجة اخرى ما بقيتش في هذا الاتجاه هذا. الانفورماتيك تشعبت بزاف يعني في واحد الوقت ما كانش هذا الشيء التشعب ديالها بديك الساعة بحال دابا. سي زهير في الخرجة ديال الفيديو ديالك استعملتي واحد جوج الكلمات استعملتي السفهاء والتفاهات علاش استعملتي هاد الكلمتين ولما قصدتيها واش قصدتيها ديك ديك هذوك اللي كيوجهوا اللي هضرنا عليهم قبيله كيوجهوا لكم الاشاعات وكيتهموكم. عندي واحد الختمه هنايا عندي واحد الختمه هنا حتى نكملو نقولها لك ولكن باش نقول لك شكون نصيفط لك في الميساج عاود ولا خصنا شي جليسه. المهم يعني القصد على اللي كيطلقوا عليكم الاشاعات القصد ديالي ساعه نقول لك. المهم القصد ديالي ساعتي كنقول لك السؤال يا اسمح لي اخي لا 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 السؤال اللي ما مرتاحلوش دوز عليه. السؤال يا اخر هي هذه الجمعيه القدماء ديالكم واش كتحتضن غير الملاعبيه ديال الكره السابقين واش ما عندكمش يعني الطرح تستضفوا مثلا الملاعبيه نقولوا الا كان الباسكت السابقين تستضفوهم ديال الفولي ديال الهوند عندكم هذه الفكره مستقبلا تطوروا هذه الجمعيه من هذا الاساس هذا ولا غير الكره؟ مزيان هذا السؤال مهم مهم علاش حيت ذكرتني في واحد الامر راه المنخرطين اللي عندنا في الجمعيه ماشي غير اللاعبين السابقين باش تكون في بالك ماشي اللاعبين السابقين. الشرط الوحيد هو اللي غيكون في المكتب المسير هما اللاعبين اللي لعبوا في الفريق الاول. نعطيك مثال ناجم برشلونه راه كيصيفطنا الخيرات ديالو كيصيفطنا واحد مونطو الخيرات ديالو. ناجم برشلونه معانا منخرط وعندنا بزاف ديال الناس منخرطين معانا عندنا عندنا اخوان هنايا ما لعبوش كاع الكره ومنخرطين معانا راه واحد مجموعه عندنا فما بالك بالناس ديال الباسكيت. حنايا ما نكذبش معانا شي هاد الفكره هادي ولكن حنا كنقبلوا انخراط مع اي واحد اتصلوا بيا الاخوان من على برا عندي علاقه معاهم عمرهم ما لعبوا الكره داكشي قلت لهم مرحبا فوق ما بغيتوا انت معنا منخرط حتى من الانخراط مشكل. حنا كنا عملنا الثمن الثمن كنا عملنا 200 درهم ده منخرط انا نجي في شارع كاف ونخرط هانيه انا لا بلا ما تجيب شركة ابو انا قلت لك هذا المين انا اسمع انا غنصيفط لك واحد لو ليان غن لو ليان حنا صيفطنا نجيب صيفط صورة رد عليا بديك الساعه مسكين زعما السيده صاحبي غنصيفط لك واحد لو ليان غتعمروا لي غتعمل الطق
غنتوصل به انا، ما غنعمل حتى شي حاجه. حنايا حنايا باش ما يقولوش حنا كل حاجه عاطين، لا غنصيفط لك واحد لو ليان طبي وتعمر المعلومات ديالك ومرحبا بك عندنا. تقدر السي زهير هذا البيان هذا يعني تطرح للعامه للجمهور، ما نعرف يقدر يكون كحل من الحلول ينخرطوا مع الجمعيات القدامى في سبيل يكون عندهم واحد الضغط قانوني، يعني سواء الصعيد يعني فهمتي السؤال ديالي، يعني مستقبلا يعني يكون ديك حل مثلا شي وقت يكون عنده شي حاجه الجانب القانوني دياله، ما يمكنش بنادم بلا ما تابع حتى شي حاجه يخرج من الزنقه وانت عارف المشاكل، فهمتي؟ واش هاد الفكره كتشوفها مطروحه ولا لا؟ لا ماشي مطروحه، ما نكذبش عليك، اللي مطروح عندنا هما الناس ما لعبتش الكره ما ما ما، ولكن بشرط حنايا تكلمنا واحد الخطره ماشي بزاف هذه في ديك المركب جاف كويلما، تكلمنا على الموضوع هذا ما نفتحوش المجال اي واحد، حنا نفتحوا المجال يعني الاطور الناس ذو مكانه صحفيين، بعض الناس اللي هما ما يمكنش يفتحون كل شيء، صعيب باش تفتح كل شيء صعيب. علاش صعيب؟ حتى الان هو صعيب باش تهيكل وتتابع هذا الانخراط بالشكليه باش نتابعوا حنا غاد 200 وكلك ماشي سهل. اذا كان هذا هو المبرر ديال الرئيس ديال الفريق التطواني، يقول لك انا صعيب عليا يكون اكثر من 50 واحد باش نهيكل منظومه المخارطين، خصنا نختاروا الناس، اعطيني عاود نفس هذا المبرر، شنو هو الرد على سعادتك السي زهير؟ بسيط بسيط، حنا ما عندناش مكتب اداري وعندهم صاليرات كيتخلصوا، حنا متطوعين والعمل الجمعوي عمل تطوعي، هذه باش تعرفها. كاينين الناس موظفين في المغرب التطواني في حال الريال مدريد، الناس موظفين في الريال مدريد، حنا اذا كان عندنا وصلنا لواحد الدرجه علاش ما نعملوهاش حتى حنا نعملوها، علاش ما نعملوهاش بالعكس حتى حنا نعدلوها، ولكن حنايا ماشي في استطاعتنا، ما عندناش شكون اللي غيقابل لك شي باش تقابل الجمعيه، ماشي سهله صاحبي، راه ماشي سهله. انا شخصيا انا ايميل ولا الاخوان الساكن اللي في المكتب، العمل ديال الجمعيه ماشي سهل. اسمح لي واحد التليفون ذكي تنعمل هذا اخر سؤال باقي خصني نتكلم لك على بعض الامور مين طرح عليك السؤال. عندك واحد الكلمه الاخيره تقولها السي زهير؟ المهم هذا السؤال هذا حيت شفته لك في الفيديو ديالك لمحتي له، انت كتعاود واحد العباره مزاونه كتقول ديك احترام التخصصات، هاد الجمله مزاونه، وقلتي عاود واحد الحاجه اخرى، قلتي كاين شي ناس اعضاء المكتب المسير ما كيقدموش يعني ما كيستافدش منهم الكيبو غير هما تما، بغيت نعرف المعايير ديالك انتينا كواحد من اللاعبين السابقين وعضو يعني جمعيه القدامى، شنو هو المعايير اللي كتشوفهم انتينا خصهم يكونوا في عضو المكتب المسير ديال المغرب اتلتيكو تطوان حاليا خصو يكون؟ الشرط الاولية يكون عنده شكرة ديال الفلوس مثلا، يعني يعني المهم باش يكون اخر في المكتب المسير، ونعاودها بحال اللي قلت مره اخرى، ماشي نمشي نستافد باش نمشي نتفرج المقابلات ولا نمشي نعمل باور، اي كانت الاستفاده، انت عندك علاقات دوليه ولا في المملكه تجيبنا مستشارين، هذه غنستافدوا منك، انت عندك الفلوس غنستافدوا منك، انت اطار غنستافدوا منك، يعني اي حاجه اللي غيستافد منها الفريق ماشي غيكون جالس فقط، هذا اللي كنقولوا هنايا، يستفاد منك الفريق، ما كاينش يجي. ونقول لك حاجه اخرى اختار السي عصام، ما كاينش شي واحد كيدخل على ماشي المغرب الفرق على المستوى المغرب كامل، ما كاينش شي واحد ما كاينش شي واحد كيدخل من المكتب المسير فرق من الفرق الا ويستفيد، هادي باش نزولها من بالي، الا ويستفيد، انا ما كنقصدش استفاده ماديه لا، ما نتحدى شي واحد دخل من المكتب ديال المغرب المسير وما استفدش بشتى الطرق، قول لي شي ما كتستفدش، وانا ماشي مشكل استفد مع راسك اخي، ولكن حنايا شنو غنستافدوا منك؟ قدم الماضي ونزيد نقول لك شنو نزيد نقول لك نعاود نقولها، العمل الجماعي شنو؟ عمل تطوعي،
حتى واحد ما قال اعمل لك سريفه وقال لك اجي هنا وتقول لي من بعد فلوس ولادي ولا تقول لي فلوس ما عارف شنو، حتى واحد ما عطاك سريفه ولا عمل لك. ما كاينش شي واحد كيدخل المكتب المسير الا ويستفيد ماديا، ما كنهضرش على ماديا انا، امور اخرى حتى ماديا الله يعاونه. ولكن انا جنتينا والفرقه تستفد، ما عندي شي مشكل مصاب تجي وتستفد منك الفرقه وتستفد انتينا براسك اخي، ولكن تجي وتعمل لي ما نعرف ندي شامبيون ليك افريقيا صاحبي ساقول لي اللي بغيت، فهمتيني؟ يعني المعيار بكل بساطه. وحنا عندنا بزاف الامور اخي، يعني كبروجيات كيفاش كنشوفوا المكتب المسير، كيفاش كنشوفوا الليجان التقنيه ولا المكتب الاداري ولا الاداره التقنيه، فهمتيني؟ راه بسيطه، شنو غيستافد منك الفريق فقط، شنو غتعطيني الفرقه نتينا، اما البلبله والقلقه والقهاوي خلينا منه، فهمتيني؟ هذا اللي كاين. سي زوير قول لي يعني معلم قول لي نرجعوا ديك احترام التخصص، انا تذكرتها تقضيه اللجنه التقنيه هذه عاود خصكم تسمعوها وتفهموها. هاد كنطالبوا شنو احترام التخصص، انا نهضر عليها وانتم غتفهمني. يوم الاحد يعني هذه ما عرفتي في مارس ولا المهم حاجه يونس بالاحمر، هذه قبيله هضرت عليها ونسيت ما كملت عليها، اتصلوا بالسي هشام كنت نسقسك عليها فبراير، قالوا له فبراير ما عقلتش، اتصلوا بالسي هشام قالوا له غتكون في غتكون في اللجنه التقنيه. سي هشام اتصل بيا شخصيا واتصل بالاخوان كاملين، قلنا لسي هشام قلنا له مبدئيا طبعا نكونوا ما عندنا حتى شي مشكل مبدئيا نكونوا، ولكن حنا كمكتب حنا ما غيجروناش العشوائي، وهذا هما عندهم العشوائي براسهم. احنا قلنا احنا غادي نتشاوروا مع بعض نعرفوا شنو كاين، شنو كنكتشفوا، هي هذه احترام كنكتشفوا ان هذه اللجنه التقنيه شكون فيها. اعطي قيمه لراسك يا اخي، تينا في المكتب المسير تينا خلي راسك قيمك، راه المكتب المسير المغرب التطواني يا عباد الله، عاد كنهبط راسك تينا للجنه التقنيه ولا لجنه اختيار المدرب ولا. كنكتشفوا ان اللجنه التقنيه فيها تقني واحد، ديك اللجنة التقنية كاملة فيها تقني واحد، كان مرسم أنه تقني، كان مرسم مع الفريق يعني شنو التقني. لا ما عرفش المهم السيد عنده دبلومات وديكشي، السيد عنده دبلومات ديالو وديكشي ما عرفش أنا، ولكن ما تجي تهضر معايا أنا وتقول نحنا رفضنا ندخلوا تينا تقزم لي الجمعية وقداش في الشخص هشام واحد مع 9 ولا 10 د الناس، ونزيدوا ديك الاخ التقني مع 2 د الناس تزيدوا مع 8 ولا 9 د الناس تقزمهم وزيد هذه للتاريخ، زيد هذه. اين يناقش اختيار هذا المدرب اخي عيب الله؟ فين كيتناقش اخي عيسى؟ في المعمل مشى كيتناقش بالاوديوز جروب ديال الواتساب يا عبد الله هذه وهذا يعقل هذا جروبات الواتساب كيتناقش ديك الشيء. اسمح لي اعطيني اللجنه، اعطيني شي واحد من مكتب المسير يتراس هذه اللجنه باش كلشي على بال مزيان، جيب هاد 6 8 شوف نتينا براسك عمل الاداره التقنيه، جيب تقنيين. احنا شنو كنت كنظن انا كيزال لي غيكون تما السي ابراهيم اللي كانوا في السي جمال اخوان اخرين اللي كانوا تما غنجيو نجبرهم تما نقول واخا، فهمتيني؟ ولكن باش جينا عطيني الناس اخي خسرهم كاع خسرهم، قول لهم انا خصني فلان وعلان وفرتلان 4 مدربين اخي، وجدوا لي رابور عليهم، رابور نجيب لك انا رابور هاد اللجنه التقنيه سانيين فيها احنا كاملين بينا وسانيين فيها حتى هاد الرئيس اللجنه ولا سمى اللي بغيت الرئيس، ما غنعطيك الرابور حتى تسني لي عليه انت نعاود، غنعمل 2 رابورات، واحد الرابور غيبقى عندنا حكا لجنه تقنيه احنا سانيين فيه وساني فيه الرئيس، واحد رابور اخر فيه اللي فيه رب فيه حنا ثانيين يديه 2 النسخ فيه الرئيس يبقى عنده غدا بعده حين يوقع مشكل نتحاسبوا شكون اللي جاب المدرب. الرئيس حتى هو غي ما غيتحملش المسؤوليه بوحده المسؤوليه المباشره،
ماشي مباشره. راه اخي انا انطلاقا من السيفيات هاد الناس هادو كنشوفوا بان الافضل في هذا الموقع لهذا الظروف لهذا الظروف لطريقه اللي كيلعبوا بها المغرب هذه كيصلح هذا صافي. اوكي الاخوان كاملين اتفقنا 6 8 ديال الناس اخي يعطيها للرئيس اخي يمشي طبق شنو مسميه. بغيتي ترفض قول له هذا الرابور انا رافض شوفوا لي شي ناس اخرين. من حقك راه انت هو الرئيس ولا انت هو المكتب المسير، علاش ما كتعطيوش قيمه لراسكم؟ هذه هي الطريقه ديال الخدمه بروفيسيونال صح. قلتي اما تجي تقول لي يعني كاين تما غير تقني واحد ديك لي اخرين شنو كيخدموا يعني في حياتهم؟ المكتب المسير اخي اعضاء المكتب المسير كيهضروا بواحد الطريقه في الفيسبوك في الواتساب ما هادي باش ما ننساهاش. انا شفتها هنايا وحاجه اخرى، كان واحد مجموعه ديال الناس كيقولوا لنا بان انتم اللي جبتوا يونس بلا ما حمار حيتاش هو من اللاعبين السابقين رسميا. راه حنا ما عندنا حتى شي علاقه بالمجيء ديال يونس بلا حمار، حتى علاقه، ردوا البال، ما عندنا حتى علاقه. هذا خصو يعرف الراي العام المحلي وكاع الجمهور، احنا ما جبناش يونس بلا حمار، صديق علينا عزيز علينا بالحق، ماشي حنا اللي جبناه. حنا ما حنايا فقط طلب منا ندخلوا اللجنه التقنيه في النص ديال الليل، كنبقى نتفكر شي كوارث. حين قلنا لهم حنايا كنفكروا ردوا علينا بواحد الطريقه، اش كنقول له هو اللجنه ديال الاعلام عاود خص اعاده النظر فيه. انا ما عرفتش صورتها، وقيل عندي مصوره ما عقلش بزاف. الرد اللي كان فعاود تعملوا الضاد بالنقطه، الضاد بالرقبه، خطا املائي يا صاحبي عادي شو ما خطا املائي، كيردوا علينا بخطا املائي. واسمح لي لجنه التقنيه الاعلاميه لجنه الاعلام اسمح لي كترد عليك بخطا املائي يا اخي عيسى، عبرتي معروف بهذا الفعل. انا ما عرفتش شكون، انا احتراماتي للاخوان كاملين. انا هذوك على الاقل شوف هذوك لجنه الاعلام عندهم الاخطاء ديالهم، ولكن كيتماو، وانا باش كنقول لك انا على الاقل كيتماو بروفيسيونال، يعني عندهم واحد المهمه كيقوموا بها بروفيسيونال، ما يخطا ولا هذه دابا هذيك بوحديتها، ولكن فينا اخر ما هو بروفيسيونال ما هو تما، دابا هذا امر اخر نقاش بالاشخاص. احنا ما نحترموا اي واحد، ولكن خطا املائي بالرقبه ضد بالرقبه. علاش ما يخرج في راديو مارس في اخر ديك الخرجه اللي كيقول كريم نيوز في الخرجه اليتيمه؟ علاش خرج في راديو مارس الرئيس واتهم ديك اللجنه ملي تشاور هي السبب ان الفريق هبط نسيغوند، يعني باستثناء الجمعيه القدامى ان ديك التشاور ديالو هو اللي هبط الفريق. علاش كنظن هو عمل هذه اللقطه هذه مع العلم هو في الاول العام زعما مشى عندكم وعاود رجع قال تشاور؟ علاش من وجهه النظر ديالك ما فهمتش انا هذا السيد؟ كنبغيوش نظلموه، كنقولوا كاين شي واسط كيعمر له راسه، ولكن في نفس الوقت التصريحات ديالو كتدل على انه بصح تبني ديك الشيء ديك الافكار اللي كنهضروا عليها. اسمع لي، شكون اللجنه التقنيه فيها؟ هذيك اللجنه التقنيه دابا الثانيه اللي كان كيهضر عليها، يعني هو بصريح العباره كان كيقصد هو كان كيقصد بصريح العباره، انا نجي لك نيشان السؤال، كان كيقصد السي حكيم بن صديق هو السبب ديال الفشل ديال الاغتيه. هايدا كان كيسمي علاش سيب المسؤوليه ديال هذيك سيبا شخصي اخر، علاش ما تحملش المسؤوليه؟ هذا واحد السؤال ما قل حد الان ما جبرتلوش الجواب ديالو. السي عصام اللجنه التقنيه شكون فيها؟ قلت لك انا قبيلتي شكون فيها؟ المسيد هو بيدو فيها كينتقد راسو. ها نفترضوا احنا ان السيد كان تما هو جزء من ديك اللجنه التقنيه، وانت انا كنتقد راسك، وانت انا كنت ضرف في الاول، اما تسب السيب التهمه بهذه البساطه هذه، انا نتحمل المسؤوليه ديالي، وانت انا بيدك ديك اللجنه التقنيه. اسمح لي نرجعوا بعض الامور كنبقى نتذكر. المكتب المسير اللي كيدخل راسه في الصغيره والكبيره ماشي عمل مؤسساتي، ما عمره ما كون عمل مؤسساتي، ومن الصب تكون كتفهم عباد الله، تدخل في امور اللي كتعرف. ولكن باش تقول لي تدخل في الكبيره والصغيره، تدخل في كل شيء اخي، يعني تحرير مبادرات، يعني كل واحد اللي في شي بلاصه عطيه يخدم وحاسبه،
تين حين غتجي الميني ولا البراعيم ولا سمي ولا اخوان تما مساكن كيجاهدوا مع ديك الاطفال، حيت انا كنعرف الاخوان اللي تما بلا ما نسميهم كيفاش خدامين مساكن. حين غتجي حين غادي تجي وتقول لي الميني العام اللي ماجي ما طلعتي لي حتى ميني شي لاعب من الكاظم فوق ولا ما كاينش المستوى، حاسبو وخلي راسك بعيد اخي، ما تحشيش راسك في اي حاجه، نتحاسبو. والخاطر اللي عندنا هنا ماشي 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 المكتب المسير، كلشي 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 كيدخل راسو في كلشي. طول ما بقات هذا الامر هذا، انا كنهضر كمؤسسه في المغرب التطواني، انا مدرب البورتيروس خليني نعرف البورتيروس، انا ما عرفتش ني المهمه ديالي تما، كنحشي راسي في اي واحد ما عنده حتى شي دخل. تينا عندك وظيفه ولا مهمه معينه كيمشي تدخل راسك. انا زهير اذا سقسيتيني في لانفورماتيك في الميدان ديالي نقدر نجاوبك، غتسقني بشي مورا اخرى ما نقدرش نجاوبك. طول ما كاين هذا الشيء وما كاينش شد الطقام والهضره خاويه، ما غنزيدوش القدام، ما كذبش عليك، انا هضر معايا كمؤسسه. انا حين غيعيطوا لنا ك ك ك ك المغرب سيتوان كجمعيه القدماء، اخي يصيفط لي رساله رسميه، واش تشوف غنجي كنجرين عندك، واش غنجي عندك ولا ما غنجيش؟ هذه القضيه واش كتواصلوا معنا ولا ما كت... واش كتعيطوا لنا، واش تواصل معنا شي واحد ولا لا؟ تواصل معنا الرئيس، واحد النهار كنا في اجتماع على ديك القضيه للبطائق، قالنا واش تساندونا؟ قلنا له طبعا حنا كنساندونا، حنا قريبا نعطيكم لا غدا مشينا نزلنا الشيك ديالنا. وكتساندونا واش كتساندونا هو نمشي ونجلسوا معاك تما ونتصوروا كجمعيه القدماء ونجيو المكتب ديالنا مثلا ونجيو نتصوروا مع الرئيس؟ هذه عمرها ما نعملوها، حنا ماشي ديال التصاور، حنا ديسكريتوس كما كيقولوا الاسبانيول، حنا ما نتصوروش، خلي يتصور اللي كيعجبو يتصور واللي كيعجبو يعمل سيلفيات، انا عمري ما نعملها. انا شخصيا نكون فيه ما كون والله ما نتصور، تجيبني تصور معايا ولكن ماشي تصور، خلي داك الشيء يا صاحبي اخر. سينا كبروفيسيون لك مهمه، الله يجازيك بخير، خص هاي من بعض الامور اللي ما خصهاش تخرج. انت انا ما نقدرش مثلا، ما نقدرش ما تجيش يا صاحبي، نقدر نبارطاج، غنجي انا مثلا اطار من الاطور ولا هذه كنبقى نبارطاجي بالسميه ديالي الفرقه ديال المغرب بسميتي انا، خص تبارطاجها في وسط الكونت ولا الصفحه ديال الفريق، فهمتيني ولا فهمتينيش؟ راه هذه شحال من واحد ما غيفهمهاش، ما عرفتش شنو القصد ديالي، ولكن حتى اللي نضج له حتى نضج الراس ديال اخر غادي يعرف. باش انا كنبارطاجي، الاولى شنو؟ من بعد بارطاجيها ونقول لك واخا، ولكن الاولى شكون اللي خصو يبارطاجي؟ ولا شكون اللي خصو الاكسكلوسيفيتي عند الكيب؟ المؤسسه هي الاولى عند المؤسسه، ماشي عند واحد الشخص معين ولا جوج ولا ثلاثه ولا علان. اسمح لي، فين هذا؟ باش كنقول لك اخر كيخلط ما هو شخصي ما هو مهني، راه انت مهني موظف ولا انت، خلي احترام التخصص اللي كنقول لك، انا احترام التخصص، كل واحد يعمل الامر اللي منطوط اليك، وبركه ما تدخل راسك في الامور اللي ماشي ديالك. انا والله ما ندخل راسي في الامور اللي ماشي ديالي، وغنزيدو نقدم بهذه الطريقه هذه. سي زهير شكرا بزاف على هذا النقاش، لا عندك شي كلمه اخيره؟ قول الله يرحم الوالدين باش تكمل لي هذا النقاش هذا المميز اللي يبقى في الذاكره بعد. عندك غير وقع شي مشكل نجي نشد هادشي ويتمسح، راه انا غنضبط كيفاش انا نخلي هاد اللايف للذاكره، خصني ندخلو نيوتيوب بعد. اخي مرحبا، احنا ما عندنا حتى شي مشكل، باقي خصني شي حاجه نقولها لك قبل ما نختم. غنختم بالكلام ديالك، بالكلام ديالكم ماشي ديالك، ما عرفتش شكون اللي بارطاج هذيك الهضره. شمن هضره كاين تماك؟ انا نقولها لك انا عجبتني، وهذاك هو الختام ديالنا. اسمح لي يا سيدي. لا لا لا، خذ وقتك خذ وقتك.
هذيك الاتصال اللي اتصلوا بينا بالهاتف، وشكون حتى باش تعرف هذه ما عرفتي واش هذه كنت ذكرتها في الفيديو السابق، تعرف بان الاتصال اللي اتصلوا بينا عن طريق الهاتف وشكون اللي زز على الرئيس باش جانا عندنا هو محمد ازهر، وعن طريق الهاتف احنا قلنا لهم هذه فراسكم، احنا قلنا لهم احنا مونا كتبتونا رساله ما غنمشيوش عندكم، كتب لنا رساله احنا مرحبا، ما عرفتي ماش هما ما قدروش يكتبوا رساله، صدق السي محمد ازوق تطوع مع كيفاش من وجاب قنع الرئيس وجابوا عندنا حنا غايشين عندنا المقر ديالنا، كان هو الوسيط بيناتكم العلاقه ديالكم باقا مزيانه مع ازوق. باش نقول لك انا العلاقه ديالكم باقا مزيانه مع ديك السيد الوسيط اللي كان، حنا عندنا العلاقه مع كلشي مزيانه مع ازوق مع الرئيس مع كيفاش كيقولكم التوام خليهما خي النوتش دابا غيجي النوتش حنا لا يهمنا. شوف انا عندي واحد الشعار كنكون في كنكون في العمل في شي ما عند العمل في شي ما عند الخدمه وكيعرفوني العمل ثم العمل ثم العمل كيهمني شي انا اللي... شوف حنا عندنا حين كنهضر انا بواحد الاسلوب كما هضرت على ان الجمعيه اصلا ما خصهاش تكون في الواقع اللاعبين السابقين، هذا واحد التفكير ناضج كبير على واحد مجموعه ديال العقول اخي عصام. الجمعيه اصلا ما خصهاش تكون، خصها تكون في تما في اللجنه الاجتماعيه ولا الله اعلم في خصكم. راه انا حين كنهضر معاك كنهضر معاك بواحد الحوار واحد كلام راقي اللي واحد مجموعه ديال الناس ما غتوصلوش دابا، صبروا شويه. عمري ما نساها في الخدمه هذا الكلام كيفكرني في الخدمه، انا كنقول لك انا العمل ثم العمل ثم العمل، القافله تسير وحنا خدامين. وبلا ما نكمل لك قافله تسير وبلا ما نكمل لك شنو مسمي في الاخير في الخدمه وقعت لي وقلت لهم هيدا، قلت لهم اللي غيبغي يركب معنا فخور غيركب، لا ما غيبغيش غيسقط وغيبقى خدم خدم خدم، وراه واصلين واحد النقطه راهيه وغنوصلوا لها باذن الله. علاش؟ حيت كنخدموا وما فكرشناش العجينه وما خصناش نتصوروا ولا الرئيس ولا هذه، ما خصناش حنا ما خصنا نتصوروا لا مع رئيس لا مع حتى شي حاجه، وما خصناش القرب من الرئيس، حنا بعادين من الصب يا ربي ما نكونوا بعادين، والفرق دي الجوائز ودي من الصب هي كاس افريقيا كاس العرش يا ربي يديو كاس العرش، حنا ما عندناش هذا المشكل، حنا بعادين واخا حنا كيقولوا لنا ما نعرف كيفاش كيسميونا واش حنايا ما عرف كيفاش، انا بعدي انا وكريم عندهم جوج حنايا شويه لا كيقولوا لنا ما نعرف اللي المعقول ما صلحش يجي طلب المستحق ديالك لا ما كتصلحش. نكمل على هذه حنا غنوصلوا غنوصلوا واحد مجموعه الامور غنوصلوا لها وانا متاكد منها، راه كتشوف جمعيه القدماء طال الزمن او قصورا راه غادي تكون في وسط عندها جانا خاص في المكتب المسير في الملعب، كون هاني انا متاكد منه انا يكون عندها جنى. راه شوف راه باقي ما تجينا اجيال مورايا، راه اجيال باقي ما تجينا الله يرحمه شنو نسميه ابرهون، ما جين اخوانا هما كيلعبوا لعبوا جوائز عالميه، غتجي انت غتناقشني غتناقش لواحد مجموعه الاخوان اللي عندهم واحد مكانه كبيره غتقول له فين خصك تعملوه، راه خصو يكون في وسط جانا خاص خص تصاور ديال الاخوان اللي جازوا كاملين لعبوا في الفريق عطاو الدم ديالهم خصو يكونوا تما. هذا النضج هذا يا كان مسير يا كان شكون ما بغى يكون ما يمكن ما يفهمهاش، ولكن حنايا ما طالبين شي حاجه نستافدوا منها، حتى ما كنطلبوش شي حاجه نستافدوا منها. انت فكرت واحد الحاجه اخرى هي القضيه حنا لا نساند اي رئيس، كنكرر نستغل الفرصه هذا ما كنساندو حتى شي رئيس، حنايا اللي خدام اللي مزيان اللي عنده برنامج واحد انا معاه كاين حتى شي مشكل، اما تحشر الجمعيه في اتجاه سياسي عمره ما غادي يكون وما يحلمش بها شي واحد، لا ما حتى واحد ما يحلم بها طول ما لعب ضعيف والاخوان اللي معانا في المكتب هيدك. النقطة الأخيرة وشكرا بزاف بعد تعرفنا عليكم إخواني في من في الجروب، النقطة الأخرانية اللي بغيت نوصلكم
عجبتني واحد الكلمه عجبتني بزاف، قال شي اخوان من الاخوان ديالكم لي زادمين قبل ما نقولها، هو انكم انا كنتبعكم، وانا قلت لك هذا الميلان ديالي، انا نطلب منكم واحد الحاجه احتراماتي لك، وهذه ماشي نصيحه ما كيفاش كريم يوسف ماشي قال انا ماشي مركز النصيحه، انا باقي في بدايه حياتي. هذا كيعمل العجب، طلقوا طلقوا طلق الاخوان، عباد الله طلق عادي المرابط، طلق سي محمد الكحل، واش يعملوا في ملالينا صاحبي؟ طلق صاحبي، الناس هما اصلا خير خارجين في الميدان خدامين مساكن، طلق شكون عاد الى فارس الهي، طلق طلق الاخوان عرفتي. والله خي 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 عصام، لا الفرقه كتضيع من هاد الامثال لهاد المؤطرين هادو العلواني، الاخوان كاملين ولا كتضيع منه. علاش ما قبلش العلواني ديك المهمه اللي كانت تعطاها له؟ كتعطى له شي مهمه بلا ما نشرح لك، بلا ما نشرح. الشرح ديالها واضح، حنا شنو الشرط؟ الشرط ديالنا كان عملنا الفيديو، حنا شنو الشرط ديالنا كان؟ تبريزونطا، تكون امور تبريزونطا بواحد لائق، كيجي اخر مع ميجا و انتينا واحد اللاعب ديالك تبريزونطا بواحد الصفه لائق، تعطى واحد القيمه و تصور وادي ويكون المستحق ديالو يكون الكونترا ديالو فقط، اخر ما مداش فيه، واش غيجي يخدم لك بطل؟ واسمح لي يجي واحد اخر يستافد، هذه ما عندها حتى شي معنى. اذا باش نختم وسمحوا لي بزاف، الخط التحريري ديالكم انا عجبني بزاف، استمروا عليه وراه واضح، وانا ما خصنيش تغيروا خط التحريري ديالكم. واش دي باللغه العربيه ولا بالدارجه؟ اللي باللغه العربيه ولا اللي بالدارجه؟ كنقصد الكتابه اللي باللغه العربيه. ما فهمتينيش يمكن كنقصد لك طريقه ديال الخطاب، ان الموقف ديالكم الموقف ديالكم من القضايا كلها خصكم تبقى ماشيين في هذا الخط هذا، يعني الخط التحريري ديالكم خصو يكون ماشي هيدا، ما يبقاش يعمل هيدا، يبقى ماشي طول. هذه النقطة الأولى. أنا كنقول لكم خط التحريري ديالكم يبقى ماشي طريق الصائب دائما، ما كيهم لك لا هذه لا هذه، واخا يكون الفرقة في الأول في الراس وكتشوف شي حاجة من جهة كتطلع، اسمح لي أنا هذه اللي كنقصد، الموقف ديالكم يبقى واضح ما يتغيرش، يعني بالصغيرة بالكبيرة خص. النقطة اللي غنكمل بها هي هذه، وشكرا بزاف، هي الكلام ديالكم والاخوان اللي زادمين والاخوان اللي تابعونا، حنا راه الاشاره في اي وقت، وانا كان يعني واخا ما استشرتش مع الاخوان، حنا كنعملوا شي حاجه بلا ما نستشروا، كنستدعيك ونستدعي الاخوان اللي معك مرحبا بكم معنا المقر، نعملوا شي جلسه باش تعاود نصيفط لك ديك لي اس ام اس عمر بيدك فهمتيني، هادشي اللي كاين غير النبره عندي للصح ليكم غير النبره عندي للصح ليكم الله يعديها بخير، هو المغرب كامل مرض كورونا، حنايا اللي غتجي كورونا غتجي وصافي الله يثبتنا. قلت لك الكلمه الاخيره ديالكم شنو كتب شي اخ من الاخوان ويمكن كنت انا ما عرفتش، ليس مثلنا شيء ولسنا مثل اي شيء، نحن في النادره التي لم ولن تتبع القاطع ولن تسير عكس الحقيقه. هذه قلتوها انتوما في لاباج ديالكم، ماشي انا، يكون شي واحد اخر، غيكون شي واحد اخر ما عرفتش شكون اللي قالها. لسنا مثل ليس مثلنا شيء ولسنا مثل اي شيء، نحن في النادره التي لن ولن تتبع القاطع ولن تسير عكس الحقيقه. الفئه النادره في القران شكون هي باش نختموا بشي حاجه مزيان؟ شكون هي الفئه النادره في القران؟ الفئه القليله في القران صافي، هما الصالحين المؤمنين، هي الفئه ان واخا نبقى بوحديتي ونبقى على الحق ما كيهمني حتى شي واحد، انتم واذا كنتوا الفئه النادره هذا هو الاهم. الشهاده ديالي هي اهم حاجه في هذا الموقف هذا، والله العظيم ما عمري ما غنسى هذا النهار، حيت اول لاعب سابق يعني كيطلع معايا، يعني يطلعوا معايا ديك 200 قلتي لي منخرط معكم في الجمعيه، ما عمري ما يتنسى اول واحد بحال الحب الاول. الحمد لله، نتمنى من الله بان بعد يعني نكونوا استفدنا منكم واستفدتوا منا، استفدت
الله يحفظك اخي لباس عصام، زهير. السلام عليكم. لباس زهير شكرا على الوقت ديالك وتحياتي. وسمحوا لي سمحوا لي عطلتكم ديك 10، ولكن لا لا قدر لا لا الله انا ما شاء. ندخل هذا الفيديو هذا كامل يوتيوب ماشي يزيد مستقبل الاجيال اللي ما جايتك، وهذا الفيديو هذا يتعلموا منه. تحياتي سي زهير وشكرا بزاف على هذا اللايف. وشكرا بزاف. تحياتي الله يحفظكم. السلام عليكم الاخوان. السلام عليكم. الله يحفظك اخي.